بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه اكيد في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. حلقتنا زي ما تعودنا بتكون عباره عن نصفين، النصف الاول طبعا بيبقى فيها مجموعه من الاخبار، والحقيقه الاخبار النهارده اغلبها عن المنتخبات لانه احنا في اوف سيزون، غالبا كل فرق النادي الاهلي، مش فرق النادي الاهلي بس، وفرق مصر كلها في الاوف سيزون، فطبعا كله بيستعد مع منتخباته اللي خد بطولات خلاص واللي بيستعد لبطولات اخرى، فاغلب اخبارنا النهارده هتكون عن المنتخبات، وده وضع طبيعي اللي تعودناه في قاره افريقيا ان البطولات بتكون في شهر 7 و8 ويبتدي راحت شهر 9، او لو في بطولات عالم بتكون في شهر 9 او اخر 8 وبعدين بنخش على بدايه الموسم بيكون في شهر 10، ده دائما ابدا بيتكرر في الالعاب الاخرى. ده النصف الاول من حلقتنا. النصف الثاني الحقيقه يعني ينتظر الكثير، وهو عن فرع كرة اليد. كرة اليد في النادي الأهلي السنة دي عملت موسم رائع بالنسبة للسيدات والرجال. طبعا السيدات يعني عملوا إنجاز كبير، وطبعا الدوري والكأس رجع مرة أخرى لمكانه المفضل في النادي الأهلي. كمان فريق الرجال عمل إنجازات كبير، بيقود الفرع كله كرئيس جهاز كابتن ياسر لبيب، أحد يعني نجوم الجيل الذهبي لكرة اليد ورئيس قطاع ورئيس الجهاز أيضا هو في النادي الأهلي حاليا. والحقيقة يعني بعودته لبيته في النادي الأهلي شهد طبعا عودة البطولات مرة أخرى. هيكون معانا كابتن ياسر لبيب في الحلقة، هيكون معانا كابتن محمد عادل زولة المدير الفني لفريق السيدات وصاحب الإنجاز الكبير والأداء الجيد النهاردة اللي حصل في هذا الموسم في بطولة أفريقيا، هيكون أيضا ضيفنا كابتن أحمد سالم رئيس قطاع الناشئين والناشئات. تلاتة الحقيقة ليهم دور كبير جدا في قيادة الفرع، هنتكلم معهم عن كل شيء. الحقيقة اللي ليه حتى عنده سؤال يعني حابب يسأله يا ريته يعني يحط سؤاله على صفحتنا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك أو يعني انستجرام أيا كان صفحاتنا على السوشيال ميديا، واحنا اكيد هنوجه السؤال لضيوفنا النهارده. هنتكلم عن الموسم اللي فات، هنتكلم عن الاستعدادات للموسم القادم، هنتكلم عن كل شيء في النصف الثاني من حلقتنا. بس الحقيقه قبل ما اروح للحلقه عايز انوه عن المسابقه، مسابقه قناه النادي الاهلي الخاصه بمباراه بكره الاهلي والزمالك، وهو توقع النتيجه، توقع النتيجه او نتيجه مباراه الاهلي والزمالك غدا ان شاء الله. طبعا شروط المسابقه تكتب تعليقك طبعا او توقعك لنتيجه المباراه في تعليق، طبعا هتعمل منشن لخمسة من أصدقائك في التعليق مع التوقع اللي انت توقعته، عدم تعديل يعني التعليق قبل انطلاق المباراة، يعني انت خلاص بعد انطلاق المباراة انت من حقك تعدله، ولكن قبل المباراة، قبل طبعا انطلاق المباراة، بعد انطلاق المباراة خلاص مالكش اي حق ان انت تعدله. دي شروط المسابقة. طب هتفوز بايه؟ هتفوز بتيشيرت للنادي الاهلي او فريق النادي الاهلي فريقك المفضل. توقع طبعا النتيجة، اكيد انتوا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا خلاص حسمنا بطوله الدوري العام ال 43 لفريق كره القدم اللي احنا الحقيقه بنهنيه وبنبارك له عوده تاني درع الدوري لمكانه المفضل في موسم هو الاطول الحقيقه من اطول المواسم اللي لعبته فرقه الكوره السنه دي، واللي كان شكلها بفضل الله على طوال الموسم شكل ثابت، اهتزازات كانت بسيطه جدا طوال الموسم، حتى الهزه ما كانش بالطول، يعني مباراة ممكن تلعبها وحش ولكن اللي بعديها على طول بتلاقي الفرقة رجعت لمستواها. من أنجح المواسم الحقيقة اللي لعبتها فرقة كرة القدم كان هذا الموسم، دعم يعني غير مسبوق من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب والمجلس بالكامل، الحقيقة دعم جماهيري غير مسبوق. الفريق عمل من أحلى المواسم اللي اتعملت السنة دي، ولسه فريق كرة القدم ننتظر منه المزيد والمزيد. خلينا نروح لأخبارنا. هنبتدي بمنتخب مصر تحت 16 سنة لمواليد 2007 اللي خلاص أنهى استعداداته وتوجه إلى تونس عشان يلعب أو يخوض منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. المنتخب بيكون 12 لاعب، ال 12 لاعب سبعة منهم من النادي الأهلي. في الوقت اللي أنا بقول لكم الكلام ده وأنا قريب جدا من هذا المنتخب، سبع لاعبين. الحقيقة النادي الأهلي لو يعني الموضوع يعني كان مثلا أو يعني في وقت زيادة أتوقع انه كان هي اكتر من سبعه. فريق 2007 ده فكركم بيه، الفريق ده او 2007 2008 هو اللي فاز بالمرتبط السنه دي، وهو ايضا اللي فاز ببطوله القاهره، هو اللي فاز ببطوله الجمهوريه في مباراه مع سموحه انتهت فارق 11 نقطه. اللي عايز بس اقوله واوضحه ان الفريق ده ال 12 لاعب اللي كانوا بيلعبوا انت تقدر تحطهم في منتخب مصر، ولكن طبعا كل التقدير والاحترام للفرق الاخرى، ولكن الجيل ده من افضل الاجيال اللي مرت على النادي الاهلي 2007 2008، عندهم بطوله افريقيا، كل التوفيق اكيد
لمنتخب مصر. خلينا اقول اسم اللعيبه او السبع لاعبين اللي انضموا لمنتخب مصر: عمر حاتم جارد الفريق، عمر موفق اربعيه الفريق، احمد فادي او احمد فادي هاني ابن النجم الكبير فادي هاني، احمد ربيع، انس عبد المطلب، علي عصران، عمر عصام. دول السبع لعيبه من اصل 12 لاعب من اللاعبين المشاركين في البطوله من النادي الاهلي. وزي ما قلنا قبل كده، النادي الاهلي بيقدم يعني كوادر كبيره للمنتخبات. البطوله هتتلعب من 13 ل 23 يوليو اللي جاي، وزي ما وضحت في بدايه الخبر ان طبعا ده السداسي سباعي الاهلي مع طبعا المدرب العام للفريق وايضا المدرب العام للفريق الاول للنادي الاهلي احمد الجرحي. دي صور في الفوتو سيشن الحقيقه اللي خدوه قبل البطوله. خلينا اوضح زي ما قلت في بدايه الخبر، البطوله دي مؤهله لبطوله عالم، اتحدد مكانها بس طبعا مواعيدها لسه ما اتحددتش. خلينا اقول برضو انه أشيد الحقيقة بقطاع الناشئين في النادي الأهلي لكرة السلة اللي استطاع أنه يقدم النهاردة سبع لاعبين. كل منتخب وانت مغمض كده من 6 ل 7 ل 8 لعيبة من النادي الأهلي في قطاع الناشئين لكرة السلة. طفرة كبيرة، شغل مجهود، ضم لعيبة. المنتخب ده فيه علي عصران، علي عصران لاعب النادي الأهلي اللي سافر اشترك أو انضم للإم بي أكاديمي في السنغال، انضم السنة اللي فاتت أو السنة دي، انضم في فبراير راح للإم بي أكاديمي. ومن اللعيبه البروميسنج جدا والواعدين مواليد 2007، ده رجع من السنغال انضم مع المنتخب، وبعد ما هيخلص البطوله هينضم تاني للان بي اكاديمي في السنغال اللي بيضم فيها كمان سيف هنداوي لاعب النادي الاهلي، وايضا كان بيضم فيها مهاب ياسر نجم نادي الزمالك السابق ونجم منتخب مصر، ده كان برضو انضم للان بي اكاديمي وانضم لاحد الجامعات وانهى مسيرته هناك في الجامعات ورجع وفضل ان هو ينضم تاني للدوري المصري من خلال نادي الزمالك. طيب هنروح لفريق منتخب مصر للسيدات بقياده المدير الفني الكابتن ايهاب الالفي لاعب نادي الاهلي السابق ومدير الفني للفريق الاول ايضا السابق. زي ما قلت لحضراتكم يتكرر الخبر مرارا وتكرارا، 6 لاعبات من اصل 14 لاعبه من النادي الاهلي شاركنا في هذه البطوله وساهمنا بشكل كبير في حصول مصر على البطوله العربيه مع منتخب مصر للسيدات. المنتخب الوطني للسيدات كرة السلة بقيادة طبعا النجم زي ما قلت لحضراتكم إيهاب الألفي قدروا أن يفوز بالبطولة رقم 13 اللي اتلعبت على صالة رقم 3 باستاد القاهرة واللي تابعناها كلنا من خلال طبعا شاشات التلفاز. دي طبعا نجمة النادي الأهلي ثريا محمد. خلينا أفكر حضراتكم وطبعا رنيم الجداوي ثريا، خلينا أفكركم بالست اللاعبات اللي شاركوا: ثريا محمد، ميرال أشرف، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، حبيبه محمد، بيكو، يارا اسامه. دول السته اللي شاركوا مع منتخب مصر واللي شاركوا على فكره بالمناسبه شاركوا في اغلب المباريات بصفه مستمره، ودي صور للتتويج. كل التوفيق ليهم، اكيد بيستعدوا كمان لبطوله افريقيا الشهر القادم. الحقيقه عندنا جيل جيد من السيدات، يعني احنا بنتوقع ليه او نفسنا نتوقع ونفسنا الاثنين ان هم يوصلوا للمربع الذهبي في بطوله افريقيا، وليه لا؟ يعني منافسة قوية جدا من السنغاليات، منافسة قوية جدا من النيجيريات، منتخب السنغال، منتخب نيجيريا، منتخب مالي في السيدات قوي جدا، أبراج طويلة. الحقيقة أنا لما شاركت في بطولة أفريقيا كذا مرة، يعني الحقيقة السيدات أو فرق السيدات على طول الرجال، يعني نفس الطول تقريبا أو أقل شوية، فكنا يعني بنشفق على يعني فريق السيدات في مصر من المشاركة مع اللاعبات من مالي، منتخب مالي والسنغال، الاثنين أبراج الحقيقة. وبس الحقيقه منتخب مصر فيه ميزه هي الناحيه الفنيه، الجيل الموجود دلوقتي فنياته اعلى، مش دايما الاطول هو اللي بيكسب، ولكن الامهر واللي عنده تكنيكاليتي عاليه في المباراه دي كره السله. الطول مطلوب، ده حاجه مفروغ منها، ولكن لو انت اطوالك يعني مش هي اعلى حاجه، كان منتخب انجولا الحقيقه جيلي انا كان بيكسب افريقيا على طول، ما كانش اطول منا. فدايما مش الطول هو الاساس، مهم، ولكن المهارة والحرفية سواء في الدفاع والهجوم هي اللي بتحسم الأمر. ثالث يعني خبر معانا أيضا ليه علاقة بالمنتخبات، ثلاثي تألق كبير لثلاثي طائرة الأهلي مع منتخب الشباب بمونديال البحرين. منتخب مصر للشباب بيشارك في مونديال أو كأس العالم لكرة الطائرة شباب في البحرين. وبالمناسبة دايما البحرين بتستضيف الحقيقة الكرة الطائرة من الدول العربية المتقدمة في الكرة الطائرة. المنتخب الوطني للشباب لكرة الطائرة بقيادة نجم الأهلي السابق كابتن هاني مصلحي مقدم ماتشات طبعا كويسه جدا لحد دلوقتي في بطوله العالم واللي بتتلعب في البحرين في الفتره من 7 ل 16 يوليو اللي احنا فيه. المنتخب حظه كان وحش انه وقع في مجموعه صعبه قوي الحقيقه، البرازيل وايطاليا، وخسرنا منهم الاثنين 3-0. رحنا لعبنا في المجموعات لتحديد المراكز من 9 ل 16، فزنا في مباراتين، فزنا على المكسيك 3-1 على تحديد المراكز من 9 ل 16 زي ما قلت لحضراتكم، وفزنا امبارح على امريكا 3-1، مباراه كانت هايله جدا. وكررنا طبعا الفوز ثاني النهارده على المكسيك وبرضه بنفس النتيجة 3-1، وهنلعب بكرة إن شاء الله على صدارة المجموعة مع منتخب التشيك اللي عمل نفس النتيجة.
نفس النتائج بتاعتنا، كسبان ماتشين ومستني نتيجته معانا، يا رب نكسب بكره باذن الله منتخب التشيك. منتخب التشيك صعب وعندهم دوري قوي، لو فزنا ان شاء الله نتصدر المجموعه. المنتخب بيضم بين صفوفه ثلاث لعيبه من النادي الاهلي، زياد اسامه، ثلاثه بيشاركوا مع الفريق الاول بصفه دايمه، زياد اسامه، حمزه الصافي، وعبد الله ابراهيم سرور، الثلاثه بيتالقوا الحقيقه مع منتخب مصر اللي بنتمنى له كل التوفيق باذن الله. هنروح للكره الطائره رجال. الحقيقه انا كنت في النادي امبارح، وكنا طبعا يعني كان امبارح الاعلان اكيد عن الـ الاجهزه الفنيه، وطبعا اتحصل كلام كتير يمكن احنا كنا عارفين من الكواليس، ولكن حضراتكم عارفين احنا في قناه النادي الاهلي واكيد برنامج الابطال جزء من قناه النادي الاهلي ما بنعلنش عن اي صفقات او اي تعاقدات الا بعد ما يتم الاعلان عنها رسميا من النادي الاهلي، وهو ده بروتوكول الاعلام جوه النادي الاهلي. الكل ينتظر حتى يخرج البيان، والكل بعد كده ياخذ من البيان وينشر، هو ده بروتوكول الاعلام في النادي الاهلي. تم الاعلان عن الاسباني فرناندو مديرا فنيا لرجال الكره الطائره. نجحت اداره النشاط الرياضي بقياده الكابتن خالد العوضي في التعاقد مع الاسباني فرناندو منذ تدريب فريق كره رجال كره الطائره، خلفا لكابتن محمد مصالح حميد، والحقيقه اللي ادى اللي عليه وزياده. وسبق المدرب الاسباني تدريب منتخب بلاده قبل كده، وده في الفتره من 2011 لحد 2020 منتخب اسبانيا نفسه. دي صوره طبعا المدير الفني الاسباني فرناندو منذ، واعلنت الصفحه الرسميه للنادي الاهلي عن التعاقد مع المدرب الاسباني، واللي الحقيقه عنده 52 سنه، يعني راجل يعني بيجمع بين لسه يعتبر في يعني شباب، يعني مش سن كبير قوي ولكن ومش سن صغير، عنده خبرات، مسك منتخب اسبانيا وجه تشكيل طبعا الجهاز. فرناندو مونزو المدير الفني، مدرب عام محمد السيد عبد الفتاح، مدرب محمد الحسين عيسى، دم جديد تم ضخه في الجهاز الفني طبعا، وتيفا عبد اللطيف عثمان يعني هيبقى مدير الجهاز. قابلت انا عبد اللطيف عثمان امبارح وكنت بتناقش معاه الحقيقه في مدخل النادي، هو قال لي الحقيقه على اكد لي الجهاز الفني قبل اعلانه بشويه، طبعا هو اكيد كان عارف، ولكن قلت له احنا كان معانا عبد اللطيف عثمان في احد الاستوديوهات التحليليه، ولما اتكلم الحقيقه انا على الهوا قلت له انت مكانك جوه النادي الاهلي، الحقيقه انت عندك خبرات وعندك فكر يعني فكر جيد ودماء جيده وحماس غير يعني مسبوق، لازم تكون جوه الجهاز ده، كان رايي كنا بنتكلم يعني. فقابلني امبارح عبد اللطيف عثمان قال لي يا كابتن هيثم نبوءتك اتحققت. قلت له أنا الحقيقة يعني بحكم وجودي هنا في برنامج الأبطال وبشرف إن أنا بستضيف الكثير من الأبطال بيبقى عندي رؤية. والحقيقة يعني كنت سعيد جدا وأتصور إن هيكون يعني الموضوع فيه إن شاء الله دم جديد وفيه فكر جديد. خليني أقول حاجة كمان تعليق على الخبر ده. الثلاثة مدير فنيين دلوقتي الألعاب الجماعية أسبانيين. يبدو أن أسبانيا يعني مدرستها يعني تكتسح الحقيقة وتسبق عن جدارة. بدأت الأول بمستر أجوستي بوش اللي يعني النهارده يعني ببطولته الثامنة أو التاسعة مع النادي الأهلي، معلش أنا الذاكرة اعذروني من كتر البطولات في النادي الأهلي، فممكن تسعة بيصلحوا لي، متشكر يا جماعة أنا آسف، يعني أنا قصدي أقول إنه يعني من كتر البطولات أنت أنا الحقيقة يعني الله أكبر ما شاء الله. خلفا طبعا مستر ديفيد ديفيز المدير الفني، بعديه جه الأسباني وحقق نجاحات كبيرة، يبدو إن ده فتح نفسه طبعا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي الكفء الدؤوب الحقيقه اللي بيبذل مجهود كبير جدا واحنا بنشيد بيه من هنا، استطاع ان هو كمان اوجه انظاره ناحيه المدرسه الاسبانيه ايضا في الكره الطائره. بصوا انا عايز اقول لكم احنا دول البحر الابيض المتوسط، يعني ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، مصر، يعني الدول الاوروبيه المطله عن اليونان المطله على حوض البحر الابيض المتوسط هتلاقينا قريبين جدا من الطباع، فالاسبان لما بييجوا مصر ما بيحسوش بغربه. يمكن من اكتر الحاجات المشاركه، انا مش عايز اخد وقت طويل يعني بس عشان اكمل جهاز الكره الطائره، من اكتر الحاجات المشتركه بيننا وبين دول البحر الابيض المتوسط من خلال السفر الكتير اللي سافرته مع المنتخبات ومن خلال شغلي يعني حتى، الصوت العالي. يعني تروح اسبانيا، تروح ايطاليا، تلاقي كلامهم انت ممكن ما تبقاش فاهمه بس صوتهم التون عالي شويه، فيمكن ده نتيجه الطباع او الجينات المتقاربه في البحر الابيض المتوسط. ننتظر المزيد طبعا من المدير الفني الجديد. اسبانيا الحقيقه يعني يمكن خلاص يعني الموضوع بقى يعني تو واي بيننا وبين اسبانيا بشكل كبير. طيب هنقول بقيه اسامي الجهاز، طبعا زي ما قلت لحضراتكم عبد اللطيف عثمان مدير الجهاز، اداري احمد عبد الفضيل، محلل تقني اسامه ابو زينه، محلل تقني تاني يوسف تامر، مدرب لياقه بدنيه كابتن شريف صلاح، طبيب ايهاب فخر الدين، ده طبعا كان الموجود قبل كده مع الفريق، اخصائي علاج طبيعي اسر كمال، اخصائي تاهيل اصابات ملاعب اسامه ابراهيم، مدلك عبد الله لبيب. ده الجهاز الفني الجديد اللي تم الاعلان عنه للكره الطائره رجال الحقيقه اللي نتمنى لهم كل التوفيق. زي ما شفتوا النادي الاهلي دايما بيدور على الاحسن، مش بس نبقى يعني عندنا مشكله في فرع من الفروع
وعلى فكره انا عايز اقول ده وارد. النادي الاهلي مش حتى في كره القدم ممكن تمر عليه فترات فيها كبوه، ولكن سرعان ما النادي الاهلي بيدعم هذا الفرق. اكبر دليل عندنا هو كره السله. النهارده الحمد لله الكل بيهاب النادي الاهلي افريقيا وعربيا ومحليا في كره السله، فريق يعني هو الاقوى في التاريخ. انا لعبت في النادي الاهلي ومش ما عنديش اي غضاضه ان انا اقول ان ده الاقوى على مدار التاريخ هذا الجيل يعني. طبعا النادي الاهلي النهارده حس بالمشكله اللي موجوده في قطاع كره اليد. كابتن محمود الخطيب دخل في الملف بشكل كبير، بدا يعني تولى. انتوا عارفين طبعا كابتن محمود الخطيب يمكن الملف في كره القدم يكفي لوحده لشغل ال 24 ساعه مع كابتن محمود الخطيب، ولكن ده كل ده ما بيشغلوش عن الالعاب الاخرى. طبعا معالي الوزير عمرو فاروق من احد المهتمين الكبار بصفه مستمره بالالعاب الاخرى، او الاهتمام بكره الطائره الرجال. بداوا يبحثوا، بداوا يشوفوا معلومه مهمه عن فريق كره الطائره الرجال. اوعوا تقولوا ولا ترددوا ولا تسمعوا الكلام اللي بيقول ان الاعمار كبيره، ده مش صحيح. متوسط اعمار النادي الاهلي، متوسط اعمار النادي الاهلي اقل من متوسط اعمار النادي المنافس. انت يمكن عندك اثنين لاعبين كبار، ولكن دول اساطير ويستطيعوا ان هم يادوا وقاعدين في الملعب بمجهودهم، ولكن باقي اللاعبين انت النهارده متوسط الاعمار هو الاقل واقل من النادي المنافس. فالكلام اللي بيتقال ده يعني باطل اريد بها حق، يعني ما اعرفش اقولها ازاي بقى، بس هو مش ده الصح. ولكن الفريق متوسط اعماره وناقشت الكلام ده مع كابتن عبد اللطيف عثمان امبارح حقيقه في لقائي معاه او مقابلتي اللي كانت سريعه قدام باب النادي الاهلي. خلينا نروح للخبر اللي بعد كده عشان ادي وقت طبعا لضيوفي الكرام اللي احنا محتاجين نسالهم في كل حاجه. تالق كبير لالعاب القوى الاهلاويه في بطوله مصر او بعثه مصر بدوره الالعاب العربيه. بطوله الالعاب العربيه بتتلعب دلوقتي طبعا في العاب القوى. النادي الاهلي بيشارك ببعثه كبيره من العاب القوى. لعيبه منتخبنا الوطني لالعاب القوى عملوا نتائج مميزه جدا في دوره الالعاب العربيه رقم 15 واللي بتتلعب في الجزائر الشقيق في الفتره من 5 ل 15 يوليو اللي احنا فيه. المنتخب حقق 5 ميداليات كلهم ذهب عن طريق 4 لعيبه بس. الاربع لعيبه دول انا بس ايه خليكم بقى واحنا ماشيين مع بعض في المنتخبات كده شوفوا النادي الاهلي بيمثل قد ايه من قوام المنتخبات. وهم اسراء عويس طبعا نجمتنا اللي كانت ضيفتنا في حلقه من الحلقات في الاطاحه بالمطاطه، وهاب عبد الرحمن اللي حقق الذهب في رمي الرمح وبرضه اللي بيكون ضيفنا بشكل مستمر في. اما الخامس فكان مصطفى عمرو لاعب نادي الجزيره واللي حقق الذهب في دفع الجله. ده الحقيقه نتائج مميزه، كل التوفيق لبعثه مصر طبعا في دوره الالعاب العربيه. العاب القوه من الالعاب، ام الالعاب زي ما بيقولوا، لان هي الحقيقه اقدم الالعاب على التاريخ في الالعاب الاولمبيه او الحركه الاولمبيه. اخبارنا داخل النادي الاهلي، نروح نقسم الاخبار بتاعتنا جوه النادي الاهلي واتكلمنا عنها وعن لعبتنا مع المنتخبات. رحنا بعد كده وهنروح للاخبار المحليه، ما عندناش الكثير منها، عندنا خبرين اللي هنطلع بعديهم على فاصل عشان نستقبل ضيوفي الكبار بعد الفاصل. ذهبيه وفضيه لمصر في اول ايام بطوله العالم لشباب الخماسي الحديث بالاسكندريه. الخماسي الحديث من احد الالعاب التي يعول عليها الحركه او اللجنه الاولمبيه المصريه في تحقيق الميداليات في باريس اللي كانت في باريس 2024 وفي طوكيو 2020. الجندي الحقيقه لما جاب لنا الميداليه اللي جابها خلت منتخب مصر او منتخبات مصر تعتلي او يعني تقفز اكثر من مركز في ترتيب الاولمبياد. بطوله العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 17 سنه انطلقت امبارح واللي بتتلعب في الفتره من 10 ل 17 يوليو اللي احنا فيه على ملاعب الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندريه اللي دائما ابدا تستضيف بطولات الخماسي عشان عندها مضمار جيد جدا. البطوله مشارك فيها 35 دوله، سامعين الرقم؟ وده رقم كبير طبعا بيدل على قدره مصر التنظيميه وثقه الاتحاد الدولي فيها، ودي مش اول بطوله عالميه تنظم في مصر، كتير بتنظم بطولات الخماسي هنا في مصر. البطوله بيشارك فيها تقريبا حوالي 350 فرد منهم 210 لاعب ولاعبه بالاضافه لوفد من الاتحاد الدولي ومكون من 17 فرد، دول طبعا نجومنا نجوم الخماسي الحديث. قائمه الدول اللي بتشارك في البطوله: البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، استونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، المانيا، بريطانيا، ايطاليا، غواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، الهند، كوريا الجنوبيه، الكويت، المكسيك، مولدوفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب افريقيا، اسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، اوكرانيا، الولايات المتحده الامريكيه، اوزبكستان، فنزويلا، بالاضافه طبعا لمصر ام الدنيا. لعيبه منتخبنا امبارح قدروا ان هم يحققوا ميداليه ذهب وميداليه فضه في منافسات نتائج الفرق شباب وشابات. قدرنا نحقق الذهب في منافسات الشباب وبرضه حققنا الفضه، وكنا قريبين جدا من الذهب
في منافسات الشابات. الحقيقه كل التوفيق للاتحاد برئاسه طبعا المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس الاتحاد الخماسي المصري، كل التوفيق ليه، كل التوفيق لاعضاء الاتحاد، كل التوفيق طبعا لهذه المنظومه المحترمه اللي بتطلع ابطال عالم واللي بتنافس دائما ابدا على الذهب. الخماسي بيعيش افضل فتراته وعصوره على الاطلاق، شغل، تخطيط، احتكاك، تنظيم. ان شاء الله ننتظر ميداليه واثنين وثلاثه في اولمبيات ان شاء الله باريس 2024 اللي خلاص فاضل عليها سنه. يعني احنا بنتكلم في اوجست 2024، يعني النهارده بنتكلم في سنه. فاكرين الاولمبيات اللي فاتت لما قلت لكم والله يعني احنا لو نقدر نجيب لكم الكلام ده هنجيبه لكم، قلت لكم هنغمض ونفتح علينا نفسنا بباريس 2024. النهارده احنا بنتكلم على 12 شهر كاونت داون خلاص لبطوله الاولمبيات الجديده اللي فات 3 سنين بس، لان البطوله 2020 اتلعبت في 2021 حضرتك تفتكروا عشان كورونا. 3 سنوات ومر منهم سنتين كلام حل بصر. الاتحادات اللي اشتغلت هتكاكت هتكسب وهتبقى ليها انجاز، الاتحادات اللي ما اشتغلتش اكيد هيكون عندها مشكله. طيب هنروح لخبر الاخير معانا في المحل، 3 ميداليات للاعبي مصر في بطوله اوغندا الدوليه للريشه الطائره البارالمبيه. زي ما بنتابع الاصحاء هنا في برنامج الابطال كتف بكتف في الحركه البارالمبيه المصريه، دول حقيقه الابطال اللي بجد واللي حقيقي، والابطال اللي بيتحدوا المنافسات وبيتحدى الاعاقه اللي بتبقى عنده. ولكن احنا ضيوفنا كتير كانوا بارالمبي هنا، الحقيقه ما حسيتش اللحظه، بالعكس حسيت عندهم الاراده اكتر بكثير من الاصحاء. لاعيبه منتخبنا الوطني الريشه الطائره لذوي القدرات الخاصه قدروا يحققوا 3 ميداليات في بطوله اوغندا الدوليه واللي اتلعبت من ايام في العاصمه الاوغنديه كامبالا. البطوله من البطولات المدرجه على اجنده الاتحاد الدولي واللي طبعا بتدي نقاط كتيره للفائز بيها في سباق التاهل للبارالمبياد باريس 2024. فهنلاقي شيماء سامي دايما يعني الاسم ده خليكم حافظينه، شيماء سامي حققت الفضيه في منافسات الفردي بعد خسارتها قدام بطله الهند بصعوبه كبيره وبنتيجه 2-1 وكانت قريبه جدا من الفوز بالذهب. وقدر زميلها عاطف عبد الكريم انه يحقق الميداليه البرونزيه في منافسات الفردي برضه بعد خسارته من قبل النهائي في قبل النهائي قدام بطل ايطاليا. سامعين؟ الدول الاوروبيه مشاركه لانها مفتوحه. اما الميداليه الاخيره فكانت من نصيب الزوج المكون من وليد عبد الغني ومحمد شعبان بعد ما خسروا في قبل النهائي قدام زوجي هندي واذربيجاني. البطوله دي كانت استعداد قوي لمنتخبنا الوطني واللي هيشارك في بطوله افريقيا لذوي القدرات الخاصه واللي هتتلعب في اوغندا برضو في الفتره من 11 لحد 16 يوليو اللي احنا فيه. يعني هم هيطلعوا من دي هيخشوا دي، اتمنى طبعا كل التوفيق ليهم. وعلى فكره اوغندا من المنتخبات القويه الحقيقه في الريشه الطائره للاصحاء والبارالمبيين، عشان كده دايما بيتعمل فيها بطولات دوليه بشكل دوري لان عندهم لعيبه كويسين زي ما انتم حضراتكم شفتوا بطل ايطاليا مش عارف بطل اذربيجان، كل البطوله دي مفتوحه فكل الدول اللي في العالم جت تلعب في اوغندا. الحقيقه كده اخبارنا خلصت سواء محليا او داخل النادي الاهلي، بس خليني افكركم بالخبر اللي استهلت بيه حلقتنا وهي مسابقه قناه النادي الاهلي على السوشيال ميديا واللي هي طبعا بخصوص يعني توقعاتك او توقعات جمهور النادي الاهلي لمباراه بكره باذن الله ما بين الاهلي والزمالك. شروط المسابقه ان انت هتقول تعليقك بتوقعك، يعني هتكتب تعليق طبعا ده البوست او الصف او المنشور اللي هيبقى تحتيه التعليقات زي ما حضراتكم شايفين ده على صفحتنا على الفيسبوك الصفحه الموثقه صاحبه العلامه الزرقاء. هتقول توقعك في تعليق النتيجه كام، لازم تعمل منشن لخمسه من صحابك الحقيقه، وبعد كده من حقك طبعا او بعد بدايه المباراه مش من حقك تعدل عدم تعديل التعليق بعد انطلاق المباراه. طيب كسبت او توقعاتك كانت سليمه ان شاء الله تفوز بتيشيرت النادي الاعظم في الكون نادي الاهلي، ومفاجاه طبعا عند استلام الهديه دي طبعا اكيد هديه اكبر هديه الحقيقه يبقى حاببها جمهور النادي الاهلي هو تيشيرت فرقته والمفاجآت اللي مقدمها قناة النادي الأهلي، وده من يعني من دور القناة في التواصل مع جمهورها العظيم وفرحتنا بفوزنا بالدوري. وإن شاء الله الفرحة بكرة تبقى فرحتين وهي طبعا الفوز بالدوري وخلاص ده اتحسم رقم 43 في تاريخ النادي الأهلي، وأيضا الفوز بكرة على نادي الزمالك. إن شاء الله نحتفل بالفوزين بكرة بإذن الرحمن. خلينا نطلع الفاصل أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل هستقبل ضيوفي أو يعني المسؤولين في فرع كرة اليد، والحقيقة يعني حاولنا أكتر من مرة نستضيفهم ولكن شدة المنافسات أثناء الموسم ما قدرناش نستضيفهم، لكن النهاردة نقدر نتكلم معهم. كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد وأحد نجوم النادي الأهلي في جيله الذهبي، كابتن محمد عادل زولة المدير الفني لفريق السيدات، وأيضا كابتن أحمد سالم
المدير او رئيس قطاع الناشئين والناشئات هيكونوا معانا ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بكابتن ياسر لبيب نجم النادي الاهلي. دايما انا باكد على ده، نجم النادي الاهلي في الجيل الذهبي الحقيقه، ومن احد افضل لاعبي كره اليد في النادي الاهلي عبر التاريخ، ورئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن ياسر. اهلا بيك فاز. يعني انا دايما بعتز بدي، ولازم الناس كلها تبقى دايما فاكره. شكرا ليك على المقدمه الجميله. لا ده اكيد ده حقك يا كابتن، والف مليون مبروك على هذا الموسم الناجح. الحمد لله. معانا احد نجوم النادي الاهلي كمان في كره اليد، وايضا نجم في التدريب، والحقيقه تولى المسؤوليه السنه دي فريق السيدات ونجح معاه في الكثير من البطولات، دوري وكاس، كابتن محمد عادل زول. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا كابتن ياسر، متشكر جدا، منور الدنيا، والف مليون مبروك ليك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. يعني ابتدي مع كابتن ياسر، يمكن كان موسم صعب، يعني كنا قبل ما نطلع على طول قلت لحضرتك موسم صعب وطويل، ويعني الاستعدادات ليه كانت مختلفه السنه دي. شايف ايه اللي في الموسم، ايه الصعوبه اللي كانت في الموسم في بدايته؟ يعني نرجع فلاش باك كده قبل ما الموسم يبتدي وقبل ما نحصد هذا العدد من البطولات. هو طبعا موسم صعب، كان صعب جدا طبعا، لان التحديات كانت كبيره فيه، سواء على مستوى الولاد او السيدات او على قطاع الناشئين. كان يعني يمكن الموسمين اللي قبل كده كان في اخفاقات كبيره، فبالتالي صحيح. التحدي كان كبير والصعوبات كانت كبيرة، بس الحمد لله ان كل ده كل بالنجاح في النهاية. واعتقد يمكن النجاح دوت يعني ما هوش نجاح لينا احنا. لا ده نجاح مجموعة اتعمل كبيرة. ودعم كبير من مجلس الإدارة والنشاط الرياضي، سواء لما جه كابتن رؤوف، رغم ان الفترة اللي برضه الكابتن رؤوف فيها ما حققناش حاجة، ولكن كان مدعم لينا اول ما مسكنا، كان دعم كبير لينا. بعدين لما جه مهندس خالد العوضي كمل المشوار معانا، والحمد لله ان احنا يعني كل النجاح في نهايه الموسم. طب كابتن، في محطه مهمه عايز اقف عليها الحقيقه، وانا انتهزت الفرصه بحضرتك معايا، وسيبني بقى افتح قلبي اتكلم على الماضي براحتي. اتفضل. بدانا الموسم بكابتن او مدير فني جوردو، طبعا كان موجود، هو اللي كان بيقود الفريق وما كانش يعني. وبدانا بيه وخلاص قلنا هو اللي هيكمل معانا الموسم، ولكن في قرار جريء الحقيقه احنا فوجئنا بيه بعد شهر تقريبا من بدايه الموسم، وهو التعاقد مع مستر ديفيد. ايه الكواليس، ايه اللي حصل، شفته ايه كجهاز، واكيد حضرتك كان ليك دور كبير في هذا القرار. بص، هو في الفتره يعني لما جه جوردو في بدايه الموسم ولعبنا بطوله افريقيا السوبر الافريقي وكسبنا في افريقيا، وبعد كده خسرنا برضو بطوله افريقيا، قلنا يمكن دي بدايه وابتدى يبقى فيه شكل الفرقه وحتى نفسيا الفرقه ابتدت تظبط شويه. صحيح. لكن بعد فتره ابتديت اكتشف ان في حاجه يعني مش طبيعيه بين في العلاقه بين المدرب وبين اللعيب. ممتاز، وكنت امين مع نفسك. صحيح، ده اكيد. يعني ده اكيد كويسه جدا. هو مش غلط ان الواحد يكتشف يعني في غلط في الاختيار، لكن الغلط الاكبر ان انا اكمل فيه. الله ينور. عشان فجيت اتكلمت مع كابتن عوضي، ساعتها كنا طالعين افريقيا، قلت له يا باشمهندس انا شايف ان ولا داني اللي هو المدرب ولا راؤول ينفع يكملوا معانا بعد كده، يعني كسبنا افريقيا خسرنا افريقيا لازم يمشي. وانتهى الصراحه مع النفس. ولان كان الوضع كان ابتدى يبقى العلاقه مش كويسه بينهم وبين اللاعب، وعلى هذا الاساس خدنا القرار. واحنا في السعوديه كان ديفيز كان فري، فابتدى مهندس خالد بصراحه كان ليه دور كبير في الموضوع دوت، هو ابتدى بقى هو اللي يتواصل معاه، لان احنا كنا ساعتها في بطوله العالم، وكان في قرار جريء كمان محمد ابراهيم وجوده مع الفرقه، ده قرار، وكابتن احمد سالم كمان، دي حقيقه، قرار جريء، وهم شالوا بصراحه يعني حققوا يعني عملوا انجاز. دي حقيقه، وكانت يعني مش عايز اقول لك الاجواء كانت جميله جدا جدا جدا, جداً يعني جدا فعلا. ده كان من احد القرارات الجريئه اللي حضرتك يعني السنه دي خدتوها كجهاز، وهي مستر ديفيد ديفيد، والحقيقه كان في وقت مهم وتوقيت مهم، وانا احسدك بصراحه على يعني شجاعتك دي وعلى صدقك مع نفسك، لانه الحقيقه دي ممكن حد يقول لك انا خاف في الدرجه بيني وبينك. يعني بص يا فندم، في قرارات او في اوقات، يعني يمكن انا ما بتكلمش كتير او ما بدخلش في حوارات كتير. صحيح. ولكن في اوقات لازم تراجع نفسك انت القرار دوت لمصلحه مين، يعني لازم تكون القرار اولا واخيرا هو لمصلحه المكان ومصلحه النادي. صحيح. بس فهو ده اللي احنا يعني يمكن كلنا بنتعامل من المنطلق دوت، مفيش قرار بيتاخد فردي حتى لاهداف تانيه غير مصلحه النادي. بالظبط بالظبط، اولا واخيرا، وده سر النجاح. الحمد لله سر النجاح. كابتن محمد، اجي لحضرتك، يعني موسم برده كان صعب عليك، الفرقه ما كانتش موفقه وما كانش احسن حال السنه اللي فاتت، جيت السنه دي توليت المسؤوليه،
بداية الموسم تلقيت خسارتين، يمكن كلمنا قبل الهوا ما فيش بدقيقتين من الطيران ومن سموحة. احنا من هنا في نادي الابطال قلنا لا ولا حاجة، والفرقة ما اتمرنتش في بداية اول 4-5 شهور الفرقة مع المنتخب، 9-10 لاعبات من عندك مع المنتخب ما اتمرنش حد، فالموسم بدايته ما كانتش احسن حال بالنسبة لك. تعاملت وما كنتش بتتكلم، وكنا كل ما نحاول نتكلم حضرتك تقول لا انا مش هتكلم دلوقتي. طيب يعني قدرت تعدي المرحلة الصعبة دي ازاي بالذات لما تجيلك في بداية الموسم؟ والله احنا في بداية الموسم فعلا قابلتنا بعض المشاكل اكتر من عنصر اساسي كان موجود السنة اللي فاتت، ما بقوش موجودين، ما بين ناس بطلت، ما بين اصابات، ما بين ظروف جواز، بعدوا شوية عن الفرقة. دول كانوا عناصر كويسة جدا ومهمة في الفريق. الاتحاد المصري لكرة اليد خد قرار يرجع كرة اليد النسائية اشتراك في بطولة افريقيا في السنغال. صحيح. اكبر عناصر موجودة في الاندية في المنتخبات من النادي الاهلي تقريبا كان عندي 10 لاعبات مش موجود معايا باستمرار. المنتخب بيجمع من السبت للخميس، انا عندي مباراة يوم السبت، يعني خلاص تمرين الجمعة دي بتبقى ترى ماتش تقريبا 40 دقيقة 45 دقيقة، ما بتلعبش تعمل حاجة. اصابة نصر كمان العملية. طبعا كمان نصر كانت موجودة جوه الفترة دي، كانت جوه المنتخب لغاية ما حصل لها الإصابة بعدت. كسر في صباعه. فأنا عندي 10 لاعبات مش موجودين، وأنا الفرقة عندي فيها عناصر جديدة، بعتمد بشكل كبير على عناصر شابة مواليد 2004 و2002 موجودين معايا. فكانت الفترة الأولانية في بداية الموسم كانت صعبة شوية، لكن الحمد لله بعد ما المنتخب خلص الفترة بتاعته وابتدينا نجمع الناس ونقفل على الناس، زي ما قال كابتن ياسر في دعم كبير جدا مجلس اداره، في دعم من رئيس الجهاز، في دعم من مدير النشاط الرياضي، كان في ثقه كبيره جدا في الجهاز وفي اللعيبه. فعلا الجهاز الحقيقه عندي برضو كان كل الناس بتادي بالدور بتاعها بشكل كويس جدا، كل واحد بيقوم بالدور بتاعه كويس جدا. اللاعبات كمان استحملت الجهاز، احنا كلنا اول مره نشتغل مع البنات كنا بنتعامل معاهم ان هم قليلين منك يا كابتن خلي بالك. يعني معروف عن حضرتك الشده وال اول مره اشتغل في البنات، وانا كنت قايل لهم بدايه الموسم انا مش هتعامل معاكم انتوا بنات. طب ده بالله يعني بامانه يعني حسيت بغربه او حسيت ان انت لا يعني ولا اتعاملت عادي كمان؟ انا في الاول حسيت بغربه، بس لما ابتديت اتعامل مع البنات هم اولاد وهم استحملوني صراحه. اتعاملت معاهم يعني انا بعيهم من هنا هم استحملوني جدا جدا يعني. ما حسونيش بقى بالقصه دي، خلاص انا بقيت بخش الملعب كاني بتعامل مع اولاد فعلا، وتعامل معاهم بمنتهى القوه والعنف والشده وكل حاجه، ويستحملوني والحمد لله في الاخر النتيجه بفضل ربنا يعني كانت حاجه كويسه، وقدرنا نبسط جماهيرنا وادارتنا. طيب هسالك عن قرارين برضو يا كابتن. اتفضل. اول قرار وهو تغيير المحترف، النهارده احنا عندنا المحترفه كانت تونسيه، وبعد كده حضرتك خدت قرار في وسط الموسم لا انا هجيب سعيده بن راجب على ما اتذكر، وبعد كده جبنا السنغالية. القرار ده يعني اتكون ازاي او اتشكل ازاي في ذهن حضرتك؟ سعيدة لعيبة كويسة جدا ولعيبة في منتخب تونس. صحيح. لكن يا حضرتك ساعات بيبقى في عدم تجانس، عدم توفيق، جات لها اصابة في 2 بعدت شوية عن الفرقة، ما قدرتش تنسجم بسرعة مع الفرقة. فقعدت مع كابتن ياسر، وكابتن ياسر برضو كان متفق معايا في الرأي ان احنا لازم نشوف حل للقصة دي، يا اما نستغنى عن المحترف ونلعب بقيه الموسم غير محترفه، يا اما نستبدل المحترف. ربنا بعت لنا دودو اللي هي لعيبه منتخب السنغال، دونجو دودو عشان دودو. يعني انتوا خدتوا قرار ازاي؟ يعني ليه السنغال؟ السنغال كان فيها بطوله افريقيا. لا هي البنت لعيبه محترفه في الدوري الفرنسي، بس النادي بتاعها فلس واصبحت من غير نادي، واتعرضت علينا. برافو. شفنا لها كذا مباراه، وكان في اتفاق في الراي مع كابتن ياسر مع كابتن خالد مع بقيه الجهاز معايا ان البنت دي ان شاء الله تعمل لنا اضافه، والحمد لله كنا موفقين. هي عملت لنا اضافه، زائد ان هي انسجمت جدا مع الفريق وبسرعه، والولاد احتضنوها بسرعه وقدرت تاثر مع الفريق تاثير ايجابي جدا يعني معنا، واحنا ان شاء الله جددنا لها باذن الله الموسم الجديد معانا. طيب قرار تاني وحضراتكم كنتوا شركاء فيه. لما النادي الاهلي خد قرار باستضافه بطوله افريقيا رجال وسيدات، كان الوضع ساعتها مش احسن حال تاني. يعني يوم ما القرار اتاخد وما بين البروتوكول مع منصور اريمو رئيس الاتحاد، كان فريق كره اليد سواء رجال او سيدات مش في احسن وضع. وكابتن ياسر لو يفتكر يرجع بالفلاش باك كده، فالقرار هنا اتاخد وفرقتنا اكيد طبعا كابتن ياسر رجع للمديرين الفنيين، ففي قرار في جراءه. النهارده انا عندي ثقه في فرقتي، بس هي دلوقتي كنا خسرانين تقريبا السوبر الافريقي او السوبر من الزمالك، فكنا رجال وسيدات برضو خسرنا سموحه وكان الطيران، فما كناش في احسن حال. طب هاخد المدير الفني واخد راي حضرتك كمان. أوكي. لما تعرض عليك الموضوع وتكلم مع كابتن ياسر لبيب، ده احنا عندنا افريقيا وهنجيبها في النادي الاهلي، وخلي بالك حضرتك هنجيبها في النادي الاهلي دي في التزامات كتيره قدام جمهورك طبعا، ما قلقتش من القرار ده؟
ما قلقتش، لان احنا حضرتك احنا يعني هي القصه كلها احنا بنشتغل، بنموت نفسنا في الشغل وبنخلص جدا في الشغل. مش انا لوحدي، المنظومه كلها زي ما كابتن ياسر قال في الاول، الجهاز بتاعي كله تعب يعني، معايا مساعدين، مدرب كابتن هشام، كابتن عبد الوارث، كابتن خالد عثمان، كابتن سليمان المحلل الفني، الجهاز الطبي والاداري بالكامل، كابتن ياسر طبعا في ظهرنا على طول، كابتن خالد العوضي، مجلس الاداره بالكامل، كان في دعم كامل. اي حاجه احنا عايزينها يعني، احنا قدرنا نجيب 2 محترفات معانا جوه صحيح جوه البطوله، وخدنا ثالث بعد 30 سنه يعني، ده برضه كابتن ياسر كبير. كابتن ياسر خلي بالك في بدايه الموسم يا كابتن هيثم قال لي احنا هنقدر نعمل حاجه في افريقيا، قلت له بعد فرقه انجولا، لان انجولا دي من 15 سنه واحنا ايام ما كنا بنلعب هي بتلعب فاينل، فقلت له بعد فرقه انجولا انا اكسب اي فرقه تانية دي ان شاء الله يبقى الانجاز بتاعنا. وقلت الكلام ده قبل كابتن ياسر قالها لي في بدايه الموسم قبل ما اخسر، ما نلعبش على دوري وكاس، قلت له ان شاء الله هناخد دوري وكاس، قلت لك ان احنا بنلعب عشان عايزين ننافس على افريقيا بالنسبه للبنات. وانا كان عندي ثقه كبيره جدا في فريق السيدات، فالحمد لله ان احنا وصلنا وان شاء الله بنطمح ان احنا نوصل للاحسن ان شاء الله. طب يعني من بدايه الموسم ده التارجت بتاعك، انت ما كانش عندك شك مع كابتن ياسر ان احنا دوري وكاس وافريقيا، كنت عايز ننافس ونخش على افريقيا. انا كانت مهمتي ان اللعيبه عندي هي اللي تصدق، يعني انا من جوايا انا مصدق انا اقدر. يعني ماتش السيمي فاينل مع فرقه من فرق انجولا كان ماتش قريب جدا جدا جدا، واحنا ضيعنا انفرادات كتير جدا، ده بسبب قله خبرات، احنا بعيد بقالنا فتره طويله عن كره اليد الافريقيه، فده طبعا بيتطلب مننا احنا نلعب كتير اكتر من بطوله هنروح لحته كويسه. لكن اللعيبه هي تصدق، هي دي كانت بالنسبه لنا الشغل اللي احنا اشتغلنا عليه. كان معايا برده الدكتوره مي كانت تشتغل معانا معد نفسي، كانت بردك قايمه بدور كويس جدا، فده كان الشغل بتاعنا. انا جوه الدوري المحلي والكاس يعني البطولات المحليه بتاعتنا، انا كان عندي يقين بنسبه 100% ان احنا ربنا هيكرمنا، ان احنا كنا تعبانين جدا في الشغل صحيح. والبنات تعبوا معايا جدا في الشغل جدا واخلصوا جدا في الشغل. قابلتنا طبعا عادي جدا في اي حته بيحصل مشاكل وشويه ضربات، ما حصلش، لكن الحقيقه يعني طبعاً. البنات تعبوا جدا، الجهاز اللي معايا كله تعب جدا، والناس كلها كانت بتغلس في الشغل. ويعني انا وانا شغال سامع الانديه تانية من بره كله بيتكلم من النادي الاهلي في حته تانية، النادي الاهلي في حته تانية، كنت خايف الكلام ده يتسلل للعيبه عندي يعني يروح للعيبه عندي ان احنا لكن الحمد لله الولاد كانوا عند حسن الظن والحمد لله ربنا كرمنا. سبورتنج والشمس كسبينهم على ملعب الحمد لله، والفرق ايه شهور عن السنه اللي فاتت. لا الحمد لله يعني الحمد لله. طب اقول لك على حاجه يا كابتن، لما كان معايا لاعبات كره اليد، لاعبات حضرتك في الفريق كانوا ضيوفنا يعني في فتره في فقره من الفقرات حلقات سابقه، عارف يا كابتن قالوا لي ايه؟ قالوا لي احنا عايزين بطوله تتعاد تاني، لا نقدر نكسب انجولا. اللي قاله كابتن محمد انا جه في ذهني، قال لي انا عايز اللعيبه تصدق. هم صدقوا، هم صدقوا، قال لك احنا قريبين جدا يعني بشويه خبرات ودعم وتدريب نقدر. متهيألي هم بداوا، عارف هي بتيجي كده يا كابتن، ايه ده الله، طب ما نقدر، ما انا لعبت قدام انجولا هم ما بيعضوناش ولا بياكلوا ولا بحاجه، لا احنا نقدر نلعب. هي تكرار يا كابتن هيثم، يعني احنا في فتره الثمانينات احنا الفريق بتاعنا اللي هو المنتخب مصر، ما احنا كنا بنتغلب من اوروبا، كنا بنروح اي فرقه بناخد منها فرق 10 والجزائر والكلام ده كله. لما ابتدينا نلعب على المستوى العالي دوت وابتدي يبقى بتلعب معاه ند وبتشوفه في دورات وديه كتير، فبالتالي بقى الامور الامر طبيعي ان انت تكسب الناس. طلعت خلاص عديت الجزائر وابتديت تنافس على اوروبا ووصلت للمستوى اللي انت فيه ده. بالنسبه للسيدات هم نفس الفكره، البنات عندنا انا يعني يمكن لما حصل الدروب اللي حصل في اول سيزون قلت له عادل ما تقلقش، لان انا كان عندي ثقه كبيره جدا في امكانيات البنات دول، وان شاء الله هم عندهم مشاكل معينه احنا عارفينها وهنشتغل عليها الفتره اللي جايه طبعا، سواء في الناحيه البدنيه او الناحيه الفنيه، وكابتن عادل عارف الكلام ده ويمكن اتناقشنا في المواضيع دي كتير. احنا لو عدينا عالجنا المشاكل ديت هنبقى في حته تانية، لا هتلعب مع انجولا هتبقى بتلعب راس براس، زائد الجزئيه اللي قال عليها. انا قناعتي انا كلاعب لازم يبقى عندي قناعه ان انا اقدر اكسب انجولا، ما هيش احسن مني. ويمكن انا الجزئيه اللي اتكلمت فيها لان انا فات شفت الفرق افريقيا فعارف مستوياتهم ايه، هي مشكله في انجولا ان خبراتهم اعلى، يعني فرقه بتلعب كل سنه كاس عالم، فرقه بتشارك كل سنه في السوبر وبطولات افريقيا نفس الفرقتين، فطبيعي ان هو يبقى اعلى منك، خبراته اعلى منك بكتير. لكن انت وانس ان انت جيت لعبت على المستوى دوت كسرت الحاجز دوت هتكمل بس. فهي دي النقطه الجزئيه اللي احنا محتاج الكابتن عادل هيشتغل عليها الفتره اللي جايه، وهو طبعا عارف مشاكلهم ايه والمشاكل اللي عند كل واحده ايه، سواء بدنيه او فنيه، وان شاء الله يشتغل عليها السنه الجايه ان شاء الله
يعني احنا بنشتغل ان احنا عايزين ال 10 سنين الجايين دول نبقى الطموح اللي حضرتك بتتكلم عليه الهاندبول اللي احنا محتاجينه. اقول لك على حاجه، احنا اول مره بجد والله اول مره يعني من فتره احس بالطموح ده في فرع كره اليد. لا ما هو ده ما احنا لازم كل احترام للكل طبعا، يعني انا مش قصدي حاجه، بس الطموح العالي قوي ده يعني بي اكيد ربنا هيكرم بيه. انت عارف يا كابتن ياسر السنه اللي فاتت لما بدانا مع الفرقه لما كان عندهم مشاكل نفسيه كبيره في الدرجه الاولى رجال، كنت دايما بتكلم عليهم انت عندنا 8 9 بطولات في السنه، انت كلاعب لو انت بتفكر في بطوله او اتنين ممكن تاخد بطوله ممكن ما تاخدش حاجه، لكن لو بتفكر في التسعه ممكن توصل لخمس بطولات، ممكن توصل لاربعه، ممكن توصل لسته. هو لازم دايما انت بتطمح لاعلى حاجه، الكمال هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. فيعني احنا حتى دلوقتي في بالنسبه للمستويات اللي على مستوى الناشئين حتى بنفكر بنفس الاسلوب، احنا بنشوف مشاكلنا ايه وبنحاول نعالجها. صحيح. طب كابتن محمد برضو يعني فرصه بقى اطمن عليك، انت في وسط الموسم خضتنا خضه تمام، يعني خضتنا عليك خضه والله العظيم. البدايه انا كنت في الاستوديو ساعتها بقى لي 10 شهور بالظبط يا كابتن. اه والله بقى لي 10 شهور بس طمنا عليك. لا زي الفل والله الحمد لله الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا حلو. انفعالاتك بس هي لازم اللقطه عشان دخلت غيرت من الرجال للبنات لازم كنت اخد واحده كده يعني الحمد لله. بس عايز اقول لك ان وقتها خضتنا حتى جماهير النادي الاهلي كلها الحقيقه قالت عليك، بس الحمد لله انت طمنتنا بسرعه يعني او اللي حواليك طمنونا بسرعه الحمد لله. الحمد لله يعني لا الدنيا تمام وبتاع، بس واضح ان انت كنت واخد الموضوع على اعصابك بشده قوي في بدايه الموسم. انا في الرجال ما شفتكش كده. حضرتك عارف يعني برضو في النادي الاهلي بتبقى صعب ان انت تخسر. انا مسؤوليه يعني كان الافتتاح بتاع الدوري مباراه مع سموحه، فرقه محترمه جدا طبعا ومدربها راجل محترم جدا، واحنا كسبنا. لكن انا كنت برضو حتى لو انا مش جاهز 100% بس انا يعني مش حاطط الخساره في حساباتي. نعم. يعني انا رايح العب مباراه وطول المباراه كنت متقدم، خسرت يمكن في اخر خمس دقايق في اسكندريه. فكان تاني مباراه ليا مع الزمالك في ملعبنا بقى في النادي الاهلي ونادي الزمالك، وفرقه الزمالك يعني اللي كنا سامعينه عنها ان هي بتشتغل من بدري قوي. كسبنا فرق تسعه تقريبا 33 23 والمنتخب واخد حوالي لعيبه او اتنين لعيبه من الزمالك، فهم تقريبا على طول كاملين في التدريب. انا فرقتي فعلا عندي مشكله في قصه التدريب، فالموضوع كان بالنسبه لي صعب. والصاله عندي كانت يعني يوم المباراه بتاعت الاهلي والزمالك دي كانت مليانه، كانت صعبه قوي ان انا اخسر من الزمالك في ملعبي. والخساره بتاعت سموحه دي يمكن كانت عامله لي شويه ستريس كده، بس والله كل اللي يجيبه ربنا حلو. اهم حاجه تبقى كويسه دي اهم حاجه. الحمد لله خرجت، انا خرجت من ماتش كسبان فرق 12 كنت ابتديت احس بالوجع في نص الشوط الاول، لكن ربنا كرمني قدرت اكمل المباراه كده بقى خلاص عدت. بس اطمنا عليك والحمد لله ان حضرتك طمنتنا بسرعه كمان والله. يعني انا مش عايز اروح حاجه كابتن ياسر عايز يقولها، انا مش عايز اروح المستشفى. انا قلت لهم ده ستريس ماتش وربطه كفول فعلا. كابتن ياسر وكابتن خالد اصروا ان انا قعد قوم نروح المستشفى، قال لي لا هو شويه وجع وهيروح. قلت له لا قوم نطمن، طالما وصلت بالوجع بالشكل ده يبقى لازم. بس الله ينور عليك. فالحمد لله ربنا ستر وبيعاند برضه. اقول لك لا مش هروح على كويس. قلت له ستريس ماتش عشان احنا المشكله احنا متعودين على كده دايما، متعودين ان احنا في وجع لا مش مشكله هي شويه وهيروح. لازم بعد الشر عليك. الحمد لله ان احنا لحقنا الحمد لله. طب كابتن اكيد في الموسم ده كان في فتره صعبه، يعني مش هتكلم على الدوري ومنافسات ولا الكاس الحمد لله ولا بطوله افريقيا ولا السوبر الافريقي، يعني مش هتكلم على الحاجات دي بالتفصيل، بس هتكلم على فترات. ايه الفتره الاكتر اللي حضرتك شفتها كانت صعبه في الموسم ده؟ الموسم ده مش هتكلم على الموسم كله، الموسم كله الموسم ده اكتر فتره صعبه انت حتى حسيت فيها بضغط او ضغوط. هي بص في البدايات، في بدايات الموسم كانت طبعا العمليه كانت صعبه جدا، وفي النهايه كانت العمليه كانت اصعب لان بدانا بعض المباريات في النهايه تكسب فرق واحد، تعادلت مباراه لا شكل الفرقه مطمنش مع ان الفرقه في اوقات كانت ماشيه كويس. لكن الفتره دي لا فعلا يعني ابتديت اقلق. لكن الحمد لله لما دخلنا النهايات بقى الثلاث ماتشات الاخرانيين لا لقيت الفرقه الحمد لله واقفه على رجليها تمام، والناس كويسه جدا. رجاله كانوا رجاله بصراحه. يعني في حاجه يعني برضو احنا ناسيينها في وسط الموسم ده كله، اصابات اللعيبه. ايوه كابتن. ده انا خسرت لاشين في اول الموسم وهو في اعلى مستوياته. التوب. فوكس وصل لاعلى مستوى في بطوله العالم اتصاب. حميد بعد مباراه جميله وبطوله صليب. فكل الاصابات دي ورغم كل الكلام ده كله الحمد لله ان ثلاث عواميد دوت دي حاجه تحسب طبعا للجهاز الفني. طب قول لي يا كابتن، يعني انت قلت انا يعني برضه هاخد بطولات مهمه، وقلت انا مش هجيب اجانب، انا يعني هجيب تدعيمات من جوه مصر او حاجه زي كده او بتاع، برضه ده كان قرار جريء. يعني 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 شايف هل انت حضرتك من مدرسه ان انا لما اجيب اجنبي يكون احسن من اللي عندي ولا بتجيب عدد؟ لا هي مش العمليه مش مساله كواليتي.
انا اللعيب اللي بجيبه شكله ايه؟ يعني انا يمكن اتعرض عليا لعيبه حتى في قطاعات الناشئين من الجهاز عندي، لا كنت بشوف اللعيب ده كمان سنتين ثلاثه هل هو يصلح للدرجه الاولى ولا لا، يكون مع انه هو مميز جدا في سنه. برافو. لكن غير كده لو انا هجيب لعيب لازم يكون اللعيب ده ينفعني حتى لو انا هشتغل عليه، يعني هو مش احسن حاجه ولكن واعد، لعيب عنده خامات وعنده الاساسيات مظبوطه، يبقى انا دوري انا بقى اشتغل عليه عشان اوصل بيه ان هو يبقى لعيب محترم يمثل النادي الاهلي في الدرجه الاولى. لان انت كمان لو انت بتلاحظ الفتره الاخيره انت ابتدت تيجي عروض كتيره جدا للعيبه عندك بالظبط، فبالتالي انت هيجي عليك وقت مش هتلاقي لعيبه، يبقى انا لازم اشتغل على القطاع اللي تحت، لازم ابتدي ابني من تحت. فالحمد لله احنا في يعني فرق عندي فيها قصور كبير، يعني فرقه 2006 بقى لها سنتين بتخسر، فرقه 2004 بتكسب بس يعني مفيش عناصر تكمل في درجه، فابتديت بقى نشتغل على المراحل ديت. عندي فرقه 2008 فيها عناصر كويسه جدا، اجيب لها مدرب قوي ينمي ويطور في العناصر الموجوده، 2010 كذلك، يبقى انا كده بنيت 5 6 7 7 8 10 سنين قدام عندي متجدد. عجبني الرؤيه يا كابتن، عجبني ان حضرتك مش ناسي الناشئين. لا طبعا مش ناسي، ده الاساس، ده الاساس لازم نشتغل عليه. يعني الدرجه الاولى الحمد لله معاهم اجهزتهم واجهزه محترمه، واهم حاجه في الجهاز يبقى الناس منسجمه مع بعض، في استقرار في الجهاز، ما فيش مشاكل. هي دي دايما الجزئيه اللي بدور عليها، خلاص بنحط الاساسيات وابتدينا نشتغل والدنيا تمام، اشتغلوا بقى ابتدي انا ايه اروح اركز بقى في الفرق الناشئين. انا كنت بخلص مع يعني يمكن انا في اوقات يعني ما كنت مقصر شويه مع كابتن عادل، بس انا طبعا كان عندي ثقه تماما طبعًا فيه، طبعا سادد ما شاء الله، لان كنت بخلص الجزيره واطلع على مدينه نصر عشان ابص على القطاعات الناشئين واشوف المشاكل اللي هناك، وحضرتك عارف اولياء الامور والكلام ده كله طبعًا. ان احنا كنا محتاجين نحط سيستم بالذات هناك عشان شويه اولياء الامور يخفوا شويه الضغط على المدربين وعلى الناس اللي هناك، سيبوا الناس تشتغل. سنه من السنوات اللي كان فيها هدوء. الحمد لله. وده وضع طبيعي وليه الامر بيبقى خايف على ابنه وعايز بقى، انما بالزبط. عزلنا خالص اولياء الامور وسبت المدربين. ما سيبني، ما انا برضه ولي امر. يعني انا بقول لولي الامر انت ابنك يعني زي ابني. دول كلهم ولادنا، سيبنا نشتغل عليهم. وبعدين العمليه ما هياش مقتصره على ابناء الاعضاء العاملين. وانت لازم كل فرقه، يعني لو بصينا لنجوم النادي الاهلي كلهم جايين منين؟ صح، فيبقى لازم ندعم. بعدين الرياضه مش كل واحد هيبقى مميز رياضيا، يعني عارف. مش بالعافيه، هي مش عارف بالعافيه صح. يعني دي موهبه، تبقى بطل بتبقى شيء قدري، وفي ناس انت بتقدر تغير فيهم بس بيبقى عنده الاساسيات، فمش لازم كله يبقى بطل بس بالظبط كده صحيح. فاحنا بندي فرصه لجميع الناس لحد سن معين، بعد كده لازم تبتدي بقى يعني تحدد المسار. يعني تنفع تكمل هاندبول يا نلحق نشوف لعبه ثانيه، ما انت مش لازم تبقى لعيب هاندبول، ممكن تبقى لعيب سباحه، باسكت، رفع اثقال، رمي، في العاب تانية مش يعني لعبه كره اليد ممكن ما تناسبكش انت كشخص، تناسبك لعبه تانية. حلو الفكر اللي حضرتك ماشي فيه، وحلو الكلام اللي حضرتك بتقوله، والنقاش مع اولياء الامور لما بيجي كده بيتقبلوا. بس خلينا يا كابتن اجي لك بقى، يعني السنه الجايه اكيد احنا جمهور الاهلي بيتفرج علينا، هل في تدعيمات؟ هل في يعني ناوي، مش عايزين اسامي طبعا ولا حاجه، هل ناوي ممكن يكون في تدعيمات، في صفقات جديده بالنسبه للمحترفه؟ انا عارف طبعا انها اتجوزت، هل هتكون معانا ولا لا؟ يعني وجهه نظرك، طمنا على الفرقه بشكل عام. الاول المحترفه يعني تم الاتفاق معاها ان شاء الله تكمل معانا الموسم اللي جاي. في لعيبه، في حارس مرمى كانت موجوده في سموحه السنه اللي فاتت برضه من النادي الاهلي، رجعت لنا اللي هي ايه الوشي، دول التدعيمات. في اسراء برضو كانت السنه اللي فاتت بعدت شويه من نجوم الفريق، بس كانت حصل جواز وحمل وكده، بس ان شاء الله ترجع. دول لغايه دلوقتي الناس اللي رجعت، احتمال يكون في صفقه او اتنين تانيين واحتمال لا، لسه انا مقعد مع كابتن ياسر ان شاء الله. بامر الله برضو احنا يعني التارجت بتاعنا ان شاء الله طبعا الدوري والكاس، بامر الله نكمل الموسم بتاعنا تبقى حاجه كويسه، ونروح في حته كويسه في افريقيا باذن الله، نحاول على الاقل نحافظ على المكانه بتاعتنا، لو ما كناش نروح لحته افضل باذن الله. حابب تشارك في افريقيا السنه الجديده طبعا إن شاء الله. لو انا لو يعني الرؤيه ان احنا ان شاء الله نبقى لينا وضع في افريقيا، لازم نلعب بطوله واثنين وثلاثه عشان نوصل لحته كويسه. خلي بالك النادي الاهلي لما بيوقف على رجله في اي نشاط ده على طول بالعكس على المنتخب، يعني اللي حضرتك بتقوله النهارده واللي بنقوله ده اسعد ناس بيه هم المسؤولين عن المنتخبات في الاتحاد. ليه؟
ان النهارده لما النادي الاهلي يروح يقول لك انا هكسب انجولا، انا هتجرى على انجولا، فانت لما تاخد ال10 لاعبات ولا ال8 ال9 لاعبات اللي بيلعبوا تحطهم قوام المنتخب النهارده، انت تكسب كمنتخب انجولا. طب طب صح انا غلطان؟ دي حقيقه. فحضرتك النهارده اسعد، انا متخيل اسعد يعني ناس النهارده في حوارنا ده هم المسؤولين عن المنتخبات المصريه. صحيح. صحيح يعني ان شاء الله. طب خلينا برضو اطمن عن الرجال يا كابتن، يعني الرجال يعني شايف السنه الجايه الجديده ازاي؟ يعني كان حضرتك بتكلم جمهور النادي الاهلي بتقول الوضع ايه، هل في تدعيمات صفقات جديده؟ النهارده لعيبتنا كلها مطلوبه في اوروبا، وفي لعيبه سافرت وفي لعيبه قاعده، يعني نظرتك ازاي؟ عندنا تدعيمات في الخط الخلفي وكنا محتاجين، شايف دي الدنيا ماشيه؟ طبعا احنا دعمنا طبعا الخط الخلفي السنه دي بمحمد مجدي ونبيل. تمام. محمد مجدي لاعب سموحه ونبيل لاعب الشمس، هما دول يمكن صفقتين بس اللي احنا دعمنا بيهم. في اربع لعيبه من 2002 انضموا لينا، منهم عمر شريف هو من السنه اللي فاتت كان موجود، ولكن ديفيز فضل ان هو يطلع اعاره اسبانيا. والسنه دي طلب تجديد معاه يعني وافق وكان تمام. هو شايف ان دلوقتي انا بيبقى عندي اثنين في المركز عاليين، لو احط الثالث مش هيبقى ليه فرصه قوي. صح. لا، الافضل ان انا اخرجه بره ويرجع لي تاني، يرجع لي خبرات، وقد يكون ممكن مثلا يجي لي نادي تاني يبقى حابب يشتريه، يبقى انا استفدت منه برضو كماديه. يعني احنا برضو خلي بالك من ضمن اتجاهاتنا في النادي هي استثمار، ان احنا ندخل فلوس لل ده فكر جديد ده يا كابتن مش موجود، ازاي نجيب من الفرع فلوس؟ هي دي بصراحه هو يعني اتجاهات النادي كلها دلوقتي بقت كده، يعني احنا لازم كل فرقه موارد. تحاول تدعم موارد. مفيش حاجه اسمها انا النهارده انا منظومه احترافيه، يمكن الكلام ده انا قلته برده اللعيبه عندي، قلت لهم احنا بنبتدي احنا في منظومه احترافيه، شكل العقود اختلف، قيمه العقود اختلفت، يبقى النهارده انا لما يجي لعيب يجي له عقد مفيش حاجه اسمها لعيب مثلا يطلع اعاره او يطلع يلعب بطوله ببلاش. فالسنه دي طلعنا فيصل وطلعنا محسن وطلعنا احمد عادل، ودي كانت من مقابلات النادي. بس الله ينور، واستفدنا منهم. الله ينور. بقت خلاص بقى الشكل اللي عندي دلوقتي اي لعيب هيطلع معناه كمان انا لما بيجي اجيب لعيب برضه بدفع ارقام، يبقى كده لازم تبقى المعامله بالمس حتى لو قيمه كده، بس بالزبط. بيبقى في دخل، يبقى في انكم. انا اللعيبه ابتدت لا يبقى ليها تنور، يعني صحيح. فيصل جاي له كذا عقد، محسن جاي له كذا عقد، يعني بقى عندي اللعيبه بقى بيجي لها عقود كتير. ف هل بتفكر في اجانب محترفين السنه دي ولا لا؟ يعني في الوقت الحالي لا، الحمد لله. يعني هو بص ديفيز يعني برضو عنده ميزه، هو قال لك انا لو مش هجيب لعيب اضافه للفرقه لا يكون اعلى. يعني احنا يمكن السنه اللي فاتت يمكن تجربتنا في المحترفين السنتين اللي فاتوا ما كانتش كويسه. مع ان لو نيجي نبص على اسامه مثلا لما كان موجود، اسامه من احسن لعيبه في افريقيا، واحنا حاولنا كتير معاه بس مفيش. ما بقاش فيه يعني ما مش قادر، هو مش قادر يدي، مش قادر يرجع لمستواه. فبالتالي اسامه مشي، جبنا راؤول، راؤول كان من هداف اوروبا، نفس القصه ما توفقش، مفيش، مش قادر يخش في المنظومه بتاعته، فبالتالي مشي. فما جينا نتكلم بعد كده بقى لا، يعني لازم يبقى في وقفه، مش هنجيب غير حد يبقى اعلى من المستويات الموجوده في، يعني انت رابع عالم او من احسن 10 فرق على مستوى العالم، ما ينفعش انا اجيب واحد يعني صحيح. من فئه ثانيه ولا فئه ثالثه، لا يعني عشان اجيب لازم اجيب واحد يكون عالي. يعني ناخد تدعيمات من مصر بقى من فرق لعيبه كويسه بس بس هي المشكله ان بقى المعروض كتير في مصر او المتاح في مصر على المستوى الدرجه الاولى مش كتير. مش كتير مش كتير مش كتير. كابتن محمد هتبتدي الموسم امتى؟ هتبتدي تدريب امتى؟ هل بدات ولا لسه؟ ان شاء الله بدايه الاسبوع الجاي باذن الله. خلاص ان شاء الله بأمر يعني الاعداد، فتره الاعداد هتبتدي بدني الاول ولا يد الاثنين مع بعض ان شاء الله. خلي بالك حضرتك بولي بقى ويد وطايره، تلاقيني بقى ايه بطلع من فرع لفرع، بس هتبتدي الاثنين من الاول بامر الله ان شاء الله. طب والرجال هيبتدوا امتى برضه كابتن؟ الرجال بداوا بدأوا قياسات والاختبارات. هل مستر ديفيد موجود ولا لسه في اجازته؟ لا، ديفيد يوصل بكره. يوصل بكره ان شاء الله. يوصل بالسلامه وهيبقى هيرجع تاني، يعني خلاص الفرقه بدات قياساتها لغايه ما يجي يبتدي معاهم بقى ان شاء بالزبط. الله بالظبط. احنا المفروض خلاص يبتدي من يوم السبت، يعني يبتدوا بقى الشغل، لان احنا عندنا معسكر وبطوله في صربيا في شهر 8. شهر 8 دي اول اعدادنا ان شاء الله. دي اللي شاركنا فيها السنه اللي فاتت، دي اللي كسبناها السنه اللي فاتت، فاحنا جاي لنا دعوه السنه دي برضو. ممتاز ممتاز، ودي حاجه جميله يعني. كابتن محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني يا كابتن. هنطلع لفاصل طبعا عشان استقبل كابتن احمد سالم، بس كل التوفيق لحضرتك، والحقيقه كنا سعداء بوجودك النهارده قوي يا كابتن. اشكرك جدا يا كابتن هيثم، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله نعمل قعده كده
اخر الموسم اللي جاي بامر الله نكون كسبانين برضه حاجات كويسه. لا احنا لسه نستنى اخر موسم. لا ده بعد شهر ولا اتنين. انا عايز حضرتك تشرفنا يا كابتن عشان نستنى اخر موسم. شكرا يا كابتن ياسر. شكرا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل. يمكن كابتن ياسر اكيد مكمل معانا. هينضم لنا بعد الفاصل الكابتن احمد سالم رئيس قطاع الناشئين والناشئات عشان نتكلم معاه في تفاصيل في وجود طبعا كابتن ياسر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا يعني بعد الفاصل انضم لنا الكابتن احمد سالم رئيس قطاع الناشئين والناشئات بالنادي الاهلي لكره اليد. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بيك كابتن الدنيا. ربنا يخليك. وطبعا اكيد بنبارك لك على الانجازات اللي حصلت قطاع الناشئين والناشئات، وكمان حضرتك توليت الفريق الكبير في فتره يعني ما شاء الله في اي مكان بتخدم النادي الاهلي. مبدئيا كده احب اشكرك على الفقره الاولانيه، كان نفسي احضرها مع عادل. ليه؟ لان انا بيني وبين زولا ذكريات كبيره جدا واحنا بنلعب. يلا بينا. كتير جدا بس كان لازم يبقى موجود. لا موجود ورا الكاميرا هيسمعك برضه. طب خلينا نروح لمفارقه غريبه يا جماعه. انا اقول لكم، انا كنت قلت لكم حكيت لكم على كابتن مروان رجب اللي هو مدير فني منتخب مصر ونادي سبورتنج كره اليد. لما كنت بلعب هو كان نفس سني، لما كنت بلعب كان متجمع في منتخبين في نفس الوقت، منتخب كره اليد ومنتخب كره السله اللي هو بتاعنا، كنا منتخب. الكلام ده سنه 1992. كابتن احمد حكى لي في الهواء حاجه غريبه جدا، انا عايزه بقى حضرتك تحكيها بنفسك. اتفضل يا كابتن. لا هي قصه طبعا طريفه جدا ومفارقه عجيبه جدا. انا اصلا متربي في نادي التصنيع في حلوان. التصنيع الحربي. وكان النادي ده قلعه رياضيه ضخمه جدا، يعني فيها مش كل الناس تعرفه. جدا مش كل الناس تعرفه. لعيبه الكوره المشهورين كانوا من نادي التصنيع. صحيح. في نادي التصنيع احنا كنا بنمارس كل الرياضات. كان في الاساس لازم نخش الكشافه، نقعد 6 شهور في الكشافه، واثناء العمل الكشفي نمر بقى بالالعاب الرياضيه كلها، فولي وباسكت وهاندبول زي اعدادي هندسه كده. بالظبط كده. شوف كل المواد. بعد ال6 شهور دول يتم الاختيار والانتقاء بقى للعناصر. وهحكي لك حكايه غريبه ما تستغربهاش. يعني كنا لما نيجي نروح نادي التصنيع اول يوم لازم نمر على الوحده الصحيه داخل النادي، يقوموا بقياسات للاعبين للمشتركين. اول او 10 سنين، سن 10 سنين. ده الفيديو ده يا كابتن بقى، معلش انا يعني ده وانا بنلعب واحنا بنلعب. فكرني ونرجع تاني للفيديو. ايوه ده كان سنة كام يا كابتن؟ ده كان سنة 99 2000. صالة واحد باستاد القاهرة. بالظبط كده. أيوه. كنت حضرتك بتلبس 3؟ ورقم 3. تمام. اتفضل يا كابتن. يقوموا واخدين بعض القياسات. انا عرفت مسميات القياسات دي بعد بقى ما دخلت كليه التربيه. طول السبابه، طول العضد، طول الساعد، محيط الرقبه، محيط الصدر، طول الفم، كويس، طول الاسره، مقاس الحذاء، طول الاب وطول الام. ايه ده حافظهم ازاي ده يا كابتن؟ انا عشقي. عشقي يعني. تصدق ونسبه صحيح. وتناسب بين الجذع والساق. يعني المفروض ان الساق تلتين الجسم صح. والجذع تلت الجسم. الريشو كام؟ لو قلت عن كده، لو قل عن كده يقل التوافق والرشاقه على طول. ايه الجمال ده؟ فكانوا بيختاروا بالمقاييس دي، وبعد 6 شهور بناء على القياسات دي ومنتاليت اللاعب في ال6 شهور يقول ده يلعب فولي، ده يلعب باسكت، ده يلعب هوكي، ده يلعب كوره. انت بتتكلم جد يا كابتن؟ الكلام ده كان بيتطبق في نادي التصنيع؟ طبعا يا فندم. الكلام ده سنه 78 79. وخلي بالك ده اساس. يعني الاساس المفروض يبتدي كده. ده دلوقتي معلش انا اسف يا كابتن اسمح لي، يعني ما بيتعملش اصلا. لا والله بناء على تعليمات كابتن ياسر. حضرتك بتعمله دلوقتي يا كابتن؟ طبعا شغالين عليه. بس الجزء لا، الفكره اللي احمد بيقولها ان هو انت بتاخد الولاد في معسكر بيمروا على جميع الالعاب وتبتدي توجه تمام حسب القياسات وكان. لكن احنا دلوقتي احنا بنختار القياسات المناسبه للهاندبول. يعني بنشغلك هاندبول بس، ما عندكش الاوبشن ده انك تخليه يلف الالعاب. ودي حقيقه يعني كابتن احمد سالم قايم بدور كبير قوي في الجزئيه دي. برافو جدا. برافو. لان كمان من ضمن شغل كابتن احمد يعني من الحاجات ورش العمل للمدربين، رفع كفاءة المدربين ما شاء الله. واستحدثنا السنة دي كمان حاجة جديدة اللي هي مدرب لتنمية وتطوير المهارات البيزكس. أسياد. أنا عندي لعيب في 2006 و2004 و2000 ده عايز أشتغل معاه فردي. المدرب مش قادر يعمل الكلام ده في وسط الوحدة التدريبية اللي هي بتاعته، لأن إحنا عندنا مشاكل كبيرة في التكدس في الملاعب. فايه الحل؟ احنا ده هنخصص وقت لوحده في ناس بتشتغل على الجزئيه دي. انا عايز عندي لعيبه عندها مشاكل في التكنيك مثلا في الخط الخلفي من 2006 و2004 دول ممكن يشتغلوا مع بعض. اشتغل معاهم. اللي تحت طبعا مختلف. فنجيبهم يروحوا يشتغلوا، وهو يمكن ايه هسيبه هو بقى ينطلق في الجزئيات دي. لا ده انا خليني بس اطلع بقى من القصه ده. كابتن ياسر اداني حته يعني بامانه. طيب دخلت القياسات وجهوك
احمد في طابور. طب دي معلش يا كابتن عشان بس ان دي القياسات اللي عملناها في ضم فرق 2007 بنين و2006 بنين. القياسات اللي حضرتك لسه كابتن ياسر بيتكلم عنها. بالظبط كده. انا شايف لعيبه بتجري سبرنتات وفي سرعه 30 متر في توافقات وفي رشاقه وفي قوه رمي وفي ما شاء الله بطن وضغط. يعني طبعا احنا حجم القياسات ده مش مؤشر حقيقي لقياس قدره اللاعب لان احنا جايين من توقف 45 يوم. الكلام ده قريب. بالظبط الكلام ده كان يوم 15 و16. هتعيدها تاني؟ لا هنعيد تاني بقى قبل بدايه الموسم بعد ما يكونوا خدوا الاعداد. بالظبط كده اللي اتطور معاك يبقى ده تمام. بالظبط كده فعلا. الله يا كابتن. الله يا كابتن بصراحه. بالظبط كده فعلا. يعني عايز اقول لك الله اكبر شغل جميل وكابتن ياسر بامانه وحضرتك عاملين احلى شغل الحقيقه. ربنا يخليك. طيب خلينا نتكلم بعد كده يا كابتن على اللي حصل بقى معاك. تمام. والتجربه دي اللي احنا شايفينه النهارده دي الخلفيه من عندك. ايوه بالظبط. وكابتن ياسر طبعا من خلال دراسته في الامارات فترات طويله في لايبزيج. لايبزيج يعني اساسي في المانيا كمان. يعني من خلال مشاركتك المستمره. طبعا. لا الله اكبر الله انت عارف الميزه كابتن ياسر ان احنا لما الفكره بتطرح بنقدر نصيغها مع بعض بشكل كويس وننفذها ازاي. على طول. ودي الميزه كمان عند كابتن احمد في الجزئيه ديت موضوع التنفيذ. خدوني معاكم يا كابتن. بصراحه يعني برضو لازم نشكر الناس كلها اللي موجوده سواء الاداريين او المدربين. الناس كلها يعني على قدر عالي جدا من خدوني معاكم يا كابتن. اتفضل يا كابتن. بعد انتهاء الست شهور بس احب اضيف اخر نقطه ان جوه الست شهور دي بيعلموا الولاد برضو جزء زراعه وجزء فني ليه علاقه بالرسم والنحت وجزء ليه علاقه بالصناعه. مدرسه كامله. طبعا طبعا. وزائد بقى بنتعلم التمثيل والموسيقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في الست شهور دول الكلام اللي كنت حضرتك بتقوله مع الكابتن محمد عادل والكابتن ياسر في الجزء الاولاني من الحلقه ان الكابتن ياسر قال ان مش كل بني ادم ينفع يمارس كل لعبه. كل بني ادم ربنا وهبه موهبه لازم خاصه بيه يكتشفها. على علينا ان احنا نبحث معاه وندور ونساعده وننصحه. انا لما باجي النهارده بستبعد ابن كابتن ياسر من قطاع كره اليد. انا بفيده مش بضر. انا بقول له الحق ده جرس انذار بسرعه روح للمكان اللي يناسبك دور عليه. انا لو عندي المساحه ساعدك انا هساعدك. وانا بقول لك من رؤيتي ان ابنك يقدر يلعب كاراتيه. ابنك يقدر يلعب فولي بناء على القياسات والارقام اللي عندي. قصة حضرتك دارس. طبعا. بعد الست شهور نقف في طابور الختامي. احنا كنا كل اسبوع بنبات بس في النادي الاول يعني فهم. كل اسبوع يوم الخميس من كل اسبوع كشافه بقى خيم نصب الخيم ونطهي ونعمل اكلنا بالطهي وبعدين نعمل سمر بالليل لتطلع فيه مواهب الناس اذا كانت موسيقى او رقص شعبي او تمثيل. وتاني يوم نبات في الخيم وتاني يوم الصبح نتوزع نشاط رياضي. نهايه المده المجموعه كلها واقفه في الطابور الختامي ناخد شهاده تكريم على الفتره ويتم الندى على كل لاعب وتوجيهه على اللعبه. اللاعب اللي يعترض على اللعبه اللي هيلعبها يخرج من النادي. خلاص. حلو. مش عايز اقول لحضرتك بقى اسماء. انا قول لي اسماء. ما انا كنت لسه اسالك مين اللي كانوا؟ يعني حسام حسن وابراهيم حسن و ايه ده ايه ده؟ وبسام فؤاد وهشام فؤاد دول لعبوا كوره في النادي الاهلي. عندنا في كره الطايره لاعب الله يرحمه الجيل اللي توفى جيل 67 مجدي عبد الباقي ده لاعب النادي الاهلي. الله يرحمه. عندنا كان في بقى تامر سعد وكان في احمد السيد. المدرسه دي اعداد ضخمه جدا. المقاولين العرب قام في كره السله على نادي التصنيع. بدايه ظهور المقاولين العرب في اول التسعينات ما كانش عنده فرق في كره السله. بنى الفكره كلها على لاعبي نادي التصنيع. ياخد منه الخارج طبعًا ويبني عليه. طبعا طبعا طبعا. طب انت توجهت ليه يا كابتن؟ كره طايره. لعبت ميني فولي. والله لعبت ميني فولي ولعبت تحت 15 سنه في نادي التصنيع. وكان كنت لعيب كويس الحمد لله. وانا هكمل لحضرتك. كمل لي بقى يا كابتن. لعيب كابتن وجيه حمدي حي يرزق. طبعا الدكتور وجيه حمدي حي يرزق حبيبي. تم استدعائي من نادي التصنيع. قعدت شهرين في النادي الاهلي بتمرن. جيلي هاني مصلحي. ايه ده. وايهاب الدكتور لو حضرتك تعرفه. عارفه طبعا. وعادل لطفي وكان في اشرف الجباس وكان في مجموعه كبيره من اللي جه 68 الغزالي طبعاً. يعني لا رضا الغزالي كان طبعا كان اسطوره كبيره في الوقت ده. قعدت شهرين مع الكابتن مع الدكتور وجيه حمدي وما حصلش وفاق بين النادي الاهلي ونادي التصنيع.
كان ساعتها الانتقال بيتم بقى ب 20 كوره طقم اللبس بقت شبكة حمراء اه بجد والله كانت مؤايده بتبقى مش فلوس. دخل بقى نادي الزمالك في الحاله دي دخل نادي الزمالك واتنقلت فعلا من نادي التصنيع لنادي الزمالك. فاكر مين اللي كان السبب في نادي الزمالك نقلك هناك في الفتره دي؟ كان في الوقت ده تقريبا كابتن محمد فرج كان رتبته تقريبا مقدم في القوات المسلحه بالظبط كده. كابتن عزمي تهالي كان ساعتها برضو كابتن عزمي مجاهد الله يرحمه كان مدير فني للرجال. اتنقلت لنادي الزمالك لعبت موسمين في نادي الزمالك بس يعني كل الحب والتقدير ليهم ما ارتحتش خالص. انقطعت اتصعدت بعد ال 17 للدرجه الاولى مع الكابتن عزمي اتمرنت اسبوعين وبعد الاسبوعين قررت ان انا هبطل فولي مش يعني بسم الله ما شاء الله. قعدت السيزون ده كنت ثانويه عامه قعدت السيزون ده في البيت كنت اروح نادي التصنيع امارس رياضه مع اصدقائي لان احنا نادي التصنيع كان بالنسبه لنا. طب لعبت انت لغايه دلوقتي عايز اجيبك لعبت هاندبول في الوقت ده جربت بالصدفه جربت جد كان عندك كام سنه بالظبط؟ 18 سنه كبير 18 سنه يعني بالزبط. مش مثلا 11 12 بس احنا متأسسين مش كبير ومش صغير بس انت متأسسين على النضج الحركي. الله ينور عليك متأسسين على النضج الحركي هتاخد شويه مكتسب مهارات تمام. خلصت الثانويه العامه دخلت تربيه رياضيه تم اصطيادي في كليه التربيه الرياضيه بالدكتور سمير لطفي مدير فني نادي الجزيره. قال لي انت ما لعبتش السنه اللي فاتت في الزمالك؟ ايوه ما لعبتش تعالى مضاني لعبت في نادي الجزيره بالتوازي مع كره اليد في نادي التصنيع. الموسم ده 89 90 90 91 انا في منتخب مصر كان الخواجه اجنبي اسمه جاري روسي ده فولي بول ولا يد؟ فولي بول ماشي في منتخب مصر من نادي الجزيره بقى. حلو خدك منتخب؟ من نادي الجزيره سنتر بلوك طلعت ثلاثات كان كابتن احمد مصطفى جيل بقى كابتن طارق فريد كابتن ثلاثيه كمان ده انت كان هاني مصطفى يعني سنتر بلوك على الشبكه ثلاثيه اللي بي ده انت كنت جامد قوي. انا كنت مميز بالوزن والنضج الحركي طيب يعني كنت مميز. الهاندبول عايز امسك الهاندبول مفيش هاندبول بروح لو فاضي اروح نادي التصنيع العب مباراه ولا حاجه. كان في مباراة الأهلي والتصنيع في وجود كابتن خالد خطاب كان مدير فني كرة اليد في النادي الأهلي وكان أبونا الروحي كابتن شعبان الأنور صاحب فضل كبير علينا كان مدير العلاقات العامة في الاتحاد المصري لكرة اليد وكان صاحب أفضل علينا في نادي التصنيع كبيرة جدا. هو اللي طلع سامح عبد الوارث وهو اللي طلع مجد أبو المجد مجد أبو المجد وسامح عبد الوارث وحارس مرمى النادي الأهلي في عصره الذهبي عصام مدبولي الله يرحمه جه لنا برضه من نادي التصنيع. كنت موجود في النادي بالصدفه لعبت المباراه كابتن خالد خطاب قال انا عايز سامح وسالم. اتنقل سامح في التوقيت ده وانا جيت بعد سامح بست شهور. بطلت فولي بقى لان كان عندي احساس كده بالظلم النسبي مش ظلم يعني هي مجرد وجهه نظر انا ما بحبش كلمه الظلم. كنت انا لوحدي من نادي الجزيره في منتخب مصر وكان العرف السائد ان بياخدوا الخط من النادي يعني ياخد لعيب اثنين لعيب ثلاثه ولعيب اربعه من النادي عشان التجانس والتايمنج بتاع البلوك انت ما دخلتش عشان انا لوحدي فتم استبعادي طبعا بس اللي قدامي فطاحي يعني اللي كان بيلعب ثلاثات في الوقت ده كابتن احمد عبد الدايم كابتن هاني مصلحي كابتن طارق فريد اللي هو كان مدير قطاع الناشئين ناشئات الموسم اللي فات كابتن ياسر كابتن فرق بيني وبينهم يعني بص تراكم الخبرات في سن صغير عندي 18 10 سنه لعب لعبتين ومره على الدنيا استاذ في منتخب مصر هنا ومنتخب مصر هنا. هقول لك على مشهد انا كل يوم بالليل كنت بروح بعد ما انتهي يومي بطلع الجدول عندي ماتش جامعه عندي ماتش شركه عندي ماتش نادي عندي ماتش كاتب انت عندك ايه عشان ما تنساش جدول واطبق اللبس احطه في شنطتي. احنا في فرق ضخم جدا في التكوين. كنت لسه بتناقش مع الكابتن ياسر من فتره على معدلات الاصابات سببها الرئيسي التغذيه والراحه. سببها الرئيسي مش التمرين مش المحتوى لا يا فندم. محتوى الوحده التدريبيه مهما كان حجمه تقدر تتحمله تقدر تتحمله لان بني ادم عنده قدره على التكيف صحيح. تقدر حضرتك تتحمله بشرط ايه بقى؟ التغذيه والراحه وزمن الراحه يعني. صح يا كابتن بشرط الناس كلها بتحتاج الناس فاكره يقول لك ارضيه الملعب اصل يتمرن كتير الاحمال دي عوامل عوامل بس العوامل الاساسي خد راحتك نام حضرتك كنت كويس. بتلعب باسكت في ارضيه كلها مطبلات وكنت بتعمل كنترول على الكوره بالظبط كنت بلعب على بلاط بلاط محبب الجهاز العصبي بيرصد كل الاحداث دي ويديك الاشارات مظبوطه ما فيش اي مشكله الجهاز العصبي انما لو ما نمتش لو ما اتغذيتش وما ارتحتش
بتحرق اللعيب مش بتبنيه. واحنا عندنا ازمه اسمها البرايفت تريننج المنتشره في مصر، ان ولي الامر عايز يرفع كفاءه ابنه بشكل سريع فيقوم يكثف التدريب، عنده 6 وحدات في النادي يقوم مدي كمان جنبيهم 6 وحدات، ده جريمه قصوى. الله يفتح عليك يا كابتن، جريمه في حق اولادنا كلنا. انا كده انا بفيد ابني وانا بضر. لا لا، انا فرصه، انا موجود مع حضرتك احب اوصل رساله. اتفضل. ويعززها او ينفيها اي طبيب بشري، مرحله النمو اللي هي من سن 8 سنين لحد سن 14 سنه 15 سنه عند الولاد، تقصر شويه عند البنات، يعني الولاد مرحله البلوغ تبدا من 11 ل 13. المرحله دي الجسم بيبني فيها كل اعضاء الفسيولوجيه، الكبد والرئتين والقلب والامعاء والمعده وكل حاجه، كل حاجه حتى المخ بيكبر. لما بيحصل اوفر تريننج القلب والرئتين بياخدوا الغذاء من باقي الاعضاء الفسيولوجيه، فيحصل عدم تناسق وتناغم بين الاعضاء الفسيولوجيه وبعضها، فيحصل خلل في بناء تكوين الاعضاء الفسيولوجيه. ودليلي على ذلك نعمل بحث عن لعيب الجمباز وعن لعيب السباحه بيبطل وهو عنده كام سنه؟ صغير. صغير لانه حصل له، انا اسف، اتحرق، وغالبا عنده ضيق في الشريان التاجي، وغالبا عنده ارتجاع في الصمام المترالي. كابتن ياسر والله العظيم ده مش كلام، ده علم، ده مش كلامي. اول مره اسمع هذا الكلام واحترمه. ربنا يحفظك يا فندم، ربنا يحفظك. يعني انا عايز اقول لحضرتك، انا هخلي دي، انا هطلب من الاخوه يعني في السوشيال ميديا ان دي تتقطع لوحديها وتنزل. دقق كلامي مع طبيب بشري علشان يفيدنا او يضرنا. انا ما بقولش اي معلومه الا لما بدققها علشان ما اشرحش. حقيقيين على مدار سنين. تمام. اخر نقطه في البرايفت تريننج، احنا التدريب مدارس وخاصه الالعاب الجماعيه. صحيح. التناغم الزمني بين اللاعب وزميله، اذا كان لاعب، اذا كان شغل ثنائي او ثلاثي او رباعي او وكل التيم، ده مرتبط بالتكرار. حضرتك النهارده لما يبقى عند ابن حضرتك بيتمرن مع احمد سالم في التدريب، وحضرتك تاخده بعد التدريب تاخده من ايده توديه لكابتن ياسر في البرايفت تريننج، الشغل اللي انا بديهوله هل متوافق مع الشغل اللي بديهوله كابتن؟ بنسبه كبيره جدا مش متوافق، لانه مش شايفين بعض. احب من منصه حضرتك انصح ولي الامر النهارده، دي موهبه ومعدلات ذكاء وقدره على الاستيعاب، كل ما زاد زمن التدريب كل ما قل المكتسب من الوحده التدريبيه. قصة الكلام ينسي بعض، ونفس الكلام في التمرين يا فندم. على احنا بنعمل ورش عمل طبعا بتعليمات من كابتن ياسر لرفع كفاءه الساده المدربين المحترمين جدا اللي عندنا، المظلومين جدا اللي عندنا، لان مفيش حد بيقدم لهم اي محتوى. ودي توجيهات النادي بقالنا فتره طويله، ان في استراتيجيه لرفع كفاءه المدرب، والدليل على الكلام ده كابتن محمد ابراهيم طلع بطوله، طلع دراسه دوليه، وكابتن اشرف عوض طلع دراسه دوليه على نفقه النادي الاهلي. فعلا. لا انا عايز اعرف قصه الموضوع ده يا كابتن. طيب يعني هل تقدموا هم بالدراسه دي ولا حضرتك ساعدت بيه؟ يعني اتكلمنا عن الموضوع ده، الموضوع ده انا اول مره اسمعه. هو توجه من النادي، كان الوزير عامر فاروق كان قال لنا الكلام ده في الاول، ان احنا في سياسه من النادي تطوير جميع الكفاءات سواء فنيا او اداريا على جميع المستويات. فجت بصراحه هو ابراهيم اجتهد، كان في دراسه معموله في الوقت دوت في مقدونيا كان بيدرس فيها ديفيز وبعض المحاضرين يعني دوليين على عاليين جدا، فهو بعت وراسل مجهود فبالتالي لما جينا قدمنا الورق كان وافقوا عليه، ودخل معاه اشرف، قلنا ناخد الاثنين دول، وبعد كده ناخد بعد كده من جهاز السيدات على اساس ان هو السنه دي لو قلنا لهم برضه نفس الكلام. طب الدراسه هتبقى قد ايه يا كابتن؟ هي هتبقى اسبوع 10 ايام. وده استراتيجيه حضراتكم خلاص تبنتوها، ان رفع كفاءه المدربين والمحتوى الاداري وحتى الاداريين، يعني الاداري اللي عايز ياخد مثلا كورسات في الكمبيوتر اوكي، كورسات في الانجليزي في اللغه برضه متاحه مفيش مشكله. برافو يا كابتن بصراحه. طيب ايه اللي تاني، ايه التاني بتفكروا؟ يعني الورك شوبس اللي بيعملها كابتن احمد بتنسيق مع سيادتك طبعا، تعليمات سيادتك ان هم بيعملوا ورك شوبس مع المدربين بيشتغلوا معاهم، وده دور على فكره رئيس الجهاز، مش بس انه يقف يدعم فنيا ونزل ده وطلع ده، لا دوره كمان ان ارفع كفاءه المدربين، ودي حاجه يعني مهمه جدا. ما هي انا دور الاستراتيجيه العامه او التخطيط. الدور الباقي بصراحه يعني احنا يمكن مكسب لينا وجود كابتن احمد سالم معانا في الجهاز. مكسب، لان ده هيساعدنا كتير جدا لتحقيق الاهداف اللي احنا عايزين نحققها، اللي هي في ايه؟ تطوير المدربين. يمكن انا في الامارات كان عندي نفس التوجه، يا جماعه
انتوا بتتكلموا على المدربين، طب انتوا قدمتوا ايه للمدربين عشان تحاسبوهم؟ انتوا ما بتقدموش حاجه، يعني مفيش دورات والكلام ده. ابتدوا الفتره الاخيره دي ابتدوا بصراحه ابتدوا يشتغلوا على الجزئيه دي. فاحنا في النادي عندنا احنا عاملين مدربين مش كويسين، مدربين مش كويسين، طب احنا نقدم لهم حاجه الاول بعدين نبتدي ايه نحاسب. اللي بيبتدي يطور من نفسه وبيخش معانا في المنظومه بيكمل. اهلا وسهلا. نعم الراجل بيجتهد وبيكمل وداخل في المنظومه وابتدى يطور من نفسه هيكمل. اللي ما يمشيش معانا في المنظومه او مش عايز يطور من نفسه نستبدله، بس هنقول شكرا فكره محترمه، نبتدي نغير نشوف حد تاني يكون عن. يمكن السنه دي دخل عميره، احمد عميره لعيب النادي الاهلي ومنتخب مصر، حاجه جميله بصراحه. علاء عماد لعيب النادي الاهلي ومنتخب مصر دخل شرفنا في الجهاز. ففي مش عايز انسى حد من الساده المدربين. اللي بيجي اللي بيجي معانا بالكلام بنقوله، بس خليني يا كابتن، انا قبل ما افصل الحلقه انا عايز بس اتكلم عن كواليس مهم جدا يا كابتن بعد اذنك. كواليس بطوله العالم، اتفضل. احنا خسرين افريقيا وحضرتك المدير الفني تم خلاص تغييره وفي مدير فني جاي. صحيح عرفنا خلاص. حضرتك عارف ان انت رايح البطوله دي معاك لعيبه نفسيا اكيد زي ما قال كابتن ياسر، نفسيا احنا كنا كجماهير كمان نفسنا تعبنا نفسيا. صحيح رايح تلعب سطوه يعني نجوم العالم. صحيح. كلهم موجودين. صحيح. في السعوديه في الدمام. صحيح. صحيح. تعاملت مع الموقف ده ازاي حضرتك كابتن محمد؟ طيب اولا احنا طبعا اذا كان حد فينا ليه قيمه في اللعبه فالسبب فيها والفضل فيها ربنا سبحانه وتعالى ثم النادي الاهلي ونعم بالله. تم استدعائي في شهر 3 او تكليفي بعمل كمدير فني مؤقت، ما توفقتش الفتره دي. تم استدعاء دانيال جوردو كمدير فني، اشتغلت معاه فتره وبعدين حصل الاخفاق بتاع بطوله افريقيا في تونس، فقرر كابتن ياسر بالتنسيق مع المهندس خالد العوضي، وكان معانا في السفريه دي المهندس خالد مرتجي كان ليه برضو عزز رايهم الصندوق. بالظبط. فكلفوني انا ومحمد ابراهيم ان احنا نطلع كاس العالم ونحافظ على شكل الفريق. كان شغلي الشاغل مع الكابتن ياسر والكابتن محمد ابراهيم، وانا من هنا بحب اشكر محمد ابراهيم طبعا. جميل محمد جدا جدا. مدرب واعد فعلا، مدرب واعد، وان شاء الله في القريب العاجل يبقى هو عنده المسؤوليه القياده الفنيه للنادي باذن الله. ربنا يوفقك. بيتعدل كده وانا عاجبني حضرتك شغال دول كده يا كابتن ياسر. ربنا يوفقك. ده شخصيه جميله جدا يعني كل الناس اجمعت عليه. دي حقيقه فعلا الحقيقه. قعدنا واتفقنا ان المرحله مرحله نفسيه مش مرحله فنيه، لان احنا مش نقدر نعدي الحاجه، لان كان الموقف صعب جدا. احنا رجعنا من بطوله افريقيا 9 لعيبه طلعوا على البحرين مع منتخب مصر، جولنا على السعوديه لعبوا الماتشين وبعد كده رجعوا على السعوديه. جولنا يعني قابلناهم في السعوديه. صحيح. هي تمرينه واحده قبل اول مباراه. اذا فنيا مش هضيف حاجه، مش هنقدر نضيف ولا نغير. طب لعبت على ايه بقى؟ لعبنا على الحاله النفسيه لجموع اللاعبين واستخدام كل الكروت في الاوقات المناسبه من وجهه نظرنا، واللعيبه ساعدتنا جدا. مولد فوكس كان في البطوله دي، مولد اسلام رادي كان في البطوله دي، محمد ابراهيم الحارس المرمى عمل مشاركات هايله جدا، مستوى الاجنحه كان في قمه في الروعه، ودي كنا احنا بنفتقدها في الفترات السابقه. اتفقنا مع الرجاله ومع محمد ابراهيم ان احنا لابد نستغل الخط الامامي، لان معدلات تهديف العالميه فوق ال 65% من الخط الامامي، لازم نستغل القصه دي. وكانت دي عندي نقطه ضعف دايما يا كابتن، بس في كاس العالم جاتنا كانت دايما قليله التهديف. انا عندي في كاس العالم 9 اهداف لعمر سامي في مباراه، وعندي 8 اهداف لعمر كاستيلو في مباراه طبيعي، واحمد عادل واحمد خيري نجوم البطوله برضو مش قادر انسى حد، ابراهيم المصري كل الدفاع اللي كانوا على الجناحات اللي هم. الدفاع كان فيه كمان تنسيق كان جميل في الدفاع. توزيع الادوار بيني وبين محمد كان في منتهى الرقي ومنتهى الاحترام. لما خلصت بطولة فرحت يا كابتن؟ أنا كنت سعيد جدا إن أنا بسلم ملف اتكلفت بيه في 7-8 أيام، حاولت أرضي فيه طموح النادي وطموح الجمهور والحمد لله. وقابلني إحنا رجعنا يوم 23/10، يوم 24/10 تم استدعائي في مكتب. أنا عارف وقت الوقت. أنا بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. اتفضل يا كابتن. أنا هضيف حاجة بس. اتفضل يا كابتن. أنا بشكر كابتن محمد متولي جدا الإنجازات اللي حصلت في قطاع الناشئين، هو جزء أساسي ومفصلي فيها. طبعا. قطاع الناشئين السنة دي حقق خد الأفضل في منطقه القاهره، كسب 6 بطولات، مركز اول من اصل 9، والثلاث بطولات التانيين مركز ثاني،
بطولتين وبطوله مركز ثالث. كل الشكر والتقدير والاحترام لكابتن سامح لبيب مدير قطاع الناشئات، كابتن عمرو عطيه شيخ المدربين واخونا الكبير. بشكرك يا كابتن، بشكرك. حاجه تشرف كابتن احمد سامي رئيس قطاع الناشئات، حاجه جميله وتشرف كابتن، يعني محترم قمه في الاحترام. الله يبارك فيك كابتن ياسر لبيب، سعدت بيك جدا ونورتني. الله، انا اسعد والله. وحوارك شيق يعني ما نشبعش منه يا حبيبي. نورتني يا كابتن. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده عن فرع كرة اليد والإنجازات. زي ما حضراتكم شايفين، النجاح ما بيجيش من فراغ. النهاردة حطينا لأول مرة في أي برنامج في مصر، حطينا الشغل اللي بيحصل في كرة اليد على الترابيزة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإلى حلقة أخرى مع الأبطال.